اسمها الدكتور. بيطلع لي صبار حوالين بقي. بنتي عندها 7 و8 شهور. انا عايز اقول لكم اصبحت كابوس مفزع. عندي مشكله الدوالي. بدون ما نروح لدكتور وبدون ما نخش جالي علاج بالليزر، علاج تجميل. اهلا بكم في يوم مليء بالعلم والإثارة والتشويق والمتعة النهاردة. لكن خلينا أقول لكم قبل ما ندخل في التشويق والإثارة والمتعة، السكر من الأمراض اللي أنا طبعا بشتغل فيها كتير قوي، والسكر علاقته بالأسنان قوية جدا. يعني لازم نفهم أنه الأسنان ممكن يكون سبب فقدها، واحتياج الإنسان أنه يزرع أنه يكون بدأ الأول بسكر مش ظبطش بسرعة شديدة كده. أفكركم السكر طبعا انتوا عارفين ان هو مرض شهير جدا، بيبدا بان الانسان ياكل سكريات، السكريات دي بتدخل على المعده، بتدخل بعد كده وتستفز، تمتص جزء كبير منها، تدخل تستفز البنكرياس عشان يطلع انسولين. في الناس اللي عندها سكر البنكرياس ممكن ما يكونش بيشتغل، ما يكونش بيطلع انسولين اساسا. طب ما بيطلعش انسولين خلاص، يبقى السكر هيبدا يعلى في الجسم ويبدا ياثر على كل حاجه في الجسم. طبعا السكر لما بيأثر في كل حاجة في الجسم يعمل التهابات في الأعصاب، يعمل مشاكل خاصة في العين، يعمل مشاكل في الجلد، يعمل مشاكل في تصلب شرايين. لكن من ضمن الحاجات المهمة جدا ان السكر بيأثر على السنان، بيأثر بشكل او باخر على السنان، يسهل عملية الالتهاب في السنان، يسهل عملية الالتهاب في العصب بتاع السنة، وهنا ده نقطة مهمة جدا، ويخلي السنة في الاخر، هذا البنكرياس هو المسؤول طبعا عن السكر، هو اللي عليه الاضواء كلها، يخلي السنة في الاخر ضعيفة هشة، ممكن جدا تفقد بسهولة. حكاية وجود التهابات تحت السنة هنتكلم عنها بالتفصيل، حكاية ان السنة بقى تقع في الاخر نتيجة ان مريض السكر ما انتظمش. وطبعا ضيف العزيز وكل اساتذة الاسنان جملتهم المشهورة: يا عم تعالى لي بس الاول ظبط السكر، ما تجيليش وانت مش مظبط السكر، او نشتغل بس ظبط السكر. السكر يا جماعه مهم جدا، والا ستفقد السن بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وهنحتاج الى زراعه النهارده. من زرع حصد. طبعا ضيفي يعني اسم كبير وما شاء الله، يعني شاطر 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 يعني، ومهاره عاليه جدا جدا في التعامل مع نواحي مختلفه من علم الاسنان، اكاديمي من الدرج من الطراز الاول. طبعا الاكاديميه هنا ليها دور مهم. كلمه اكاديمي دي يا جماعه، اكاديمي يعني استاذ جامعه، استاذ جامعه او اكاديمي، دي ليها قيمه كبيره جدا. ان انا علمي مبني على عملي مبني على علم، والعلم موجود في الابحاث، والمساله كلها ماشيه على نظام قانون طبي. فهنا هسأله أسئلة كثيرة خاصة بالزراعة، وهسأله كثير أسئلة كثيرة خاصة بالتعامل مع الأسنان. طبعا هنتطرق بلا شك إلى علاج الجذور، هنتطرق بلا شك إلى التجميل، لكن يبقى النهاردة حوار عن الزراعة. القيمة العلمية المتميزة والاسم المتميز أكاديميا وعلميا وعمليا طبعا الأستاذ دكتور شادي علي حسين، استشاري ومدرس طب الأسنان بكلية طب أسنان جامعة عين شمس، ودكتوراه علاج الجذور بجامعة عين شمس، ماجستير علاج الجذور جامعة عين شمس، وزميل الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان، وعضو الجمعية الأمريكية لعلاج الجذور، والمدرب المعتمد من الجمعية العالمية لطب الأسنان رقبة. أهلا بك دكتور. أهم حاجة كلمة أكاديمي دي. طبعا طبعا أنا عارف إن دي بالنسبة لك يعني خناقة. خناقة صح؟ طبعا طبعا. أكاديميا بقى، يعني إيه كلمة؟ احكي لي كده، زراعة الأسنان بدأت تاريخها إزاي؟ والله هي الفكرة إن دايما اللي بيهم المريض إن أنا يبقى عندي سنة شكلها كويس، سنة أعرف آكل بيها كويس، سنة اتجاهها مظبوط. ففي حاجات بتبقى بتطلع في الـ في الـ في الزراعه بيبقى الاوتكم بتاعها، يعني انا دايما المريض بيشوف من وجهه نظر والطبيب بيشوف من وجهه نظر تاني. فدايما اللي بيحصل ان المريض يقول لك انا عملت زرعه وكانت وقعت، او حصل لي التهاب، او انا عملت زرعه وكانت طالعه لبره، انا عملت زرعه وكان شكلها السنه مش طبيعي، انا عملت زرعه وكل ما احط عليها كفر يقع، انا عملت زرعه وبتحشر اكل واللثه ما طلعتش ما بين السنين. كل ده بتسمعه يقول لك الزرع عمره ما هيبقى زي الاسنان الطبيعيه. ده اللي معظم المرضى توصلوا له اللي عمل زرع قبل كده، وبينقل الاكسبيرينس دي للناس التانيه خبره. ثم بعد كده ده الجزء اللي ما بعد الزرع، في خلال الزرع
يقول لك انا عملت سنه وتعبت قوي، ده انا فتحت وقعدت اخر دم وقعدت مش عارف ايه وقعدت بغرز عشان افك، قعدت 3 4 ايام. لما نيجي للجانب ده ورحت 7 9 مرات 7 9 مرات بيروح للدكتور يعني بيوقف شغله بالظبط. وبعدين يبقى بقى ايه، عارف عامل زي اللي ايه، اللي جايب عربيه ودافع فيها اللي وراه واللي قدامه ومش عارف يمشي بيها، تفهمني؟ هو نفس الكونسبت بالظبط. او راكنها مثلا جنب حديقه ضلمه بتسرق بالعربيه مثلا كل يوم وما هوش عارف يعمل حاجه، فلا زرعه في بقه مثلا مش عارف يشغلها، او زرعه في بقه مش عارف ياكل عليها، او زرعه في بقه شكلها وحش. وبعد التعب اللي انا تعبته ده كله وال15 مره اللي انا رحتهم وفي الاخر انا مش مبسوط. طالما راح 15 مره يبقى مش هيبقى مبسوط. فطبعا فالمهم تيجي ده الجانب اللي من ناحيه المريض. تعال بص لها بقى من الناحيه الثانيه، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا اللي بيحصل زي ما بتيجي تحط ابن عماره بنيتها من غير تخطيط، فوجئت لقيت عمود طالع لك في نص الاوضه مثلا، لقيت شباك جاي في وسط الحيطه، لقيت السلم مش مكمل. هي هو ده اللي بيحصل بالظبط، ان هو يبتدي يحط زرعه، يحطها بناء على عظم موجود لو فتح جراحه، او بناء على الاتجاه اللي هو شايفه بالورب بالوايم بالخبره. فيبتدي المريض لو الزرعه دي متحركه شويه في اتجاه السن اللي جنبها اللثه مش هتطلع، لو الزرعه طالعه لبره شويه اللثه هتنزل والسن هيبقى شكلها اطول من اللي جنبيها، لو الزرعه داخله لجوه شويه اللثه هتطلع لفوق اكتر والسن هيبقى شكلها اقصر من اللي جنبيها، لو الزرعه محطوطه ان التوب ستراكشر نازله لتحت اكتر السنه دي هيقع مش هتمسك فيها الطربوش وهتقع الزرعه اللي عليها، لو طالعه فوق زياده مهما حط لها نوديها لاي معمل ولا الكلام ده كله او هو عملها وطالعه زياده مش هيعرف يعمل المينيمم ثيكنس او التخانه المثلى للطربوش، فتبتدي يحس باستمرار ان الزرعه دي عاليه. لو جه بعد ما عمل الزرعه ودى الزرعه دي المعمع اللي يعملها له، ودي من اكبر مشاكل اللي بتقابلنا انك تنقل علاقه الزرعه للمعمل. لا 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 حلو الحته دي، حلو قوي حته تنقل علاقه. لا اشرحها لي، يعني ايه نقل علاقه الزرعة؟ احنا في الوضع العادي انت بتحط السنه قدامك متحضره وبتنقلها، بتاخد لها مقاس، لما بتتعامل مع السنان مع المعمل بياخد لها مقاس ويوديه المعمل فبيعمل له كفر على السنه دي. انما الزرعه دي عندها تو ستراكشرز، ستراكشر تحت اللثه وستراكشر فوق اللثه. الستراكشر اللي فوق اللثه ده المفروض ان هو مكون تحت اللثه جوه اللثه مزروع جوه وفوق مربوط فيه فوق. فالمكون اللي فوق ده هو محطوط، الزرعه محطوطه مثلا اتجاهها كده والمفروض الطربوش يتحط اتجاهه كده، وهو الدكتور فوجئ. فيبتدي يعمل ايه؟ يبتدي ان هو عايز ينقل العلاقه الاتجاه الغريب اللي مش طبيعي للجدر اللي هو حاطه للمعمل. فالمعمل ما يعرفش يظبط عليه الدنيا، لان هو ما بيعرفش ينقل العلاقه بتاعه الجدر اللي مش طبيعي او الغريب اللي محطوط في اتجاه غلط للمعمل، حتى لو محطوط في اتجاه صح، ولكن برضه هو مش نفس السنان اللي متعود عليها المعمل. يعني المعمل متعود على السنان الايديال بالجذور اللي محطوطه في الحتت الايديال، انت حاطط زرعه في مكان غريب. فتبتدي ان انت هو عايز ينقل الكلام ده للمعمل، السوبر ستراكشر ده المفروض من المعمل ان هو يحضره او يتعامل معاه ويحط عليه طربوش، وهو الدكتور يجي يربط ده ويحط سوبر ستراكشر او يحط الطربوش عليه. فطبعا بتطلع بقى كوارث، سنان بتحشر اكل، سنان الزرعه ما تمسكش كويس، فيبتدي يظبط الكفر بتاع الزرعه جوه العياده، فيبتدي يحصل في مشاكل، يبتدي يتخرم، يبتدي يبقى خشن، يبتدي يبقى مش عارف ايه، فالكلام ده كله. فبص تلاقي ان انت بتعاني في دايلما كبيره جدا، ان ما بين اتجاه الزرعه وما بين مكان الزرعه. كل ده طبعا احنا بنتكلم في الـ في الـ في البيست كيس سيناريو، يعني ده في احسن الحالات. حالات تانية بقى تبص تلاقي بقى مثلا دخل على الجيب الانفي، تلاقيه دخل على عصب الفك، تلاقيه خرم ده المعلم كده اللي هو تعرف حكايه يدخل على الجيب الانفي دي فكرني بايه. قبل ما نشوف القصه بتاعت هدير، فاكر فيلم بتاع عادل امام اسمه كركون في الشارع؟ لما راحوا قعدوا في خيم وفجاه رجله ابو سريع دخلت على الخيمه. هو رجله ابو سريع بيقول له ايه يا رجله ابو سريع عندنا، يا مرحبا يا مرحبا. فاكر اللقطه الرائعه دي؟ واحد دخل على جيب الانف، ده معناها رجله ابو سريع دخلت في جيب الانف. فبص تلاقي ان هو كمان بقى لما بتحصل المشكله دي
بتدخلنا في تداخل مع دكتور انف الاذن. ليه؟ لان لو عنده التهاب في الجيوب الانفيه هيفضل عنده التهاب في المنطقه دي مدى الحياه سنين 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 طويله فيفضل يعالج في مشكله حصلت في ثانيه اربع خمس سنين. كويس. فاصبح دلوقتي بقى لا احنا بدل بقى لازم اللي توصلنا له بقى من الناحيه الطبيه والعلم بيقول لنا ايه، انا لازم اعرف بالظبط الاتجاه الايديال للجدر بتاع السن، اتجاه الامثل الامثل، ولازم اعرف بالظبط الاتجاه الامثل للطربوش اللي هيتحط فوق الجدر ده، ولازم اعرف بالظبط المسافه ما بين السنان يمين وشمال وقدام وورا، بحيث ان اللسة لو مسافه دي ضاقت مش هتطلع، ولو وسعت هتحشر اكل. فلازم اعرف بالظبط انا فين الفايتال ستراكشرز بتاعتي، لازم اعرف التخانه بتاعت العظم، لازم اعرف كل الكلام ده كله عن طريق دراسه. وتاخد والدراسه دي بقى تاخد وقت بره بقى العيان على الكمبيوتر مننا، المريض مش شايفها، وتتنقل فم المريض، انت خلاص عرفت كل الداتا اللي انت عايزها في خمس دقائق. اصبح محتاجش جراحه، اصبح الموضوع بريدكتبل، اصبح الموضوع انت عارف انت رايح فين، اصبحت زياره التحميل اتس جورني. ليه؟ التحميل اللي هو انا بقى بركب بقى بحط بقى الجزء اللي فوق. خلاص ما هو انت اصلا كل الكلام ده انت عامله من قبل كده. انت عارف هتحط فين. فاصبحت الزياره الثانيه دي زياره سهله جدا. فخلينا نشوف مع بعض كده. تعالى نحكي كده، ندخل شايني وايت بقى، ندخل شايني وايت من جوه معاك. تمام. وهنا بقى انا هقول لك على حاجه بصراحه بقى. كنت انت دايما تقول لي ايه، يعني الاشعه الثلاثيه عندنا ماشي، في ناس ما عندهاش الاشعه الثلاثيه. انا بقى بقول لك لازم كل الناس يبقى عندها اشعه ثلاثيه. انا اللي بقى اللي بقول بقى عشان الناس زعلت من دكتور شادي بقى لما ايه قال لا لازم جهاز غير ما في ناس ما تقدر. انا بقول بقى لازم، يعني ايه واحد ما عندوش اشعه ثلاثيه ولا اشعه بقطعيه ثلاثيه؟ لا انا بكلم جد، انا كراجل مريض اسنان بروح عايز اعمل اشعه ثلاثيه اشعه مقطعيه ثلاثيه يا واد، انا عايز اشوف الدنيا فيها ايه. انا بكلمك جد والله العظيم. ايوه ما صح، ما هو صح دي حقيقه. يعني انت رحت المره قلت ايه يعني، والناس اللي ما عندهاش برضو ناس يعني باسلوب قديم، الزراعه ما فيهاش ما ينفعش تعمل فيها اسلوب قديم. انا في رايي زعل مننا الناس نشوفها دي. وانا جبانه جدا موضوع الحقن والحاجات دي، فقالوا لي كنت عايزه ارجع اركبه تاني لاني انا ما بعرفش اخد راحتي في الكلام في الضحك كده يعني. تمام. فقالوا لي ان في مشكله كبيره قوي ان انت لازم عشان تركبيه تاني لازم جراحه ومشرط وجرز يعني جرز هتتفك وحاجات كده. فلقيت الموضوع هيبقى داخل ازاي عمليه، الموضوع صعب قوي قوي يعني. فانا بقلق جدا، فقلت لا انا مش هقدر اللي انا اعمله يعني. هدير حكيت حكايه بس احنا كنا بنتكلم في حاجه ثانيه. بس انت عارف هدير قالت ايه؟ طبعا. هي مشكله هدير دايما او مشكله اي مريض ان هو بالنسبه له الزراعه جراحه، بالنسبه له الزراعه ان انا افتح بمشرط وان انا اعمل غرز والكلام ده كله. فطبعا دي مشكله قويه جدا بتقابل ناس كثيره جدا، ان هو يحس لا طب ما انا اعمل كوبري. تعمل كوبري بقى، ده كوبري ده اللي هو الحلول ان انا ابرد السنه دي اللي قبليها والسنه اللي بعديها عشان اعمل كوبري. هو حل من ضمن الحلول بنلجا له لما يبقاش في عظم والعيان مش عايز يخش في الجراحه. انما لو ما تكون الحاله ايديال او عندي العظم لطيف وانا خالع والدنيا ما فيش مشكله، وده طبعا بعرفه برده عن طريق الاشعه المقطعيه الثلاثيه الابعاد. طيب انا ممكن ما اعملش جراحه؟ هل ممكن ما اعملش جراحه؟ ممكن ما اعملش جراحه. لو جينا بصينا مثلا على الصوره دي، انا عندي المسافه ما بين السنائن والمسافه الفاضيه دي لازم اقيس المسافه دي طبقا لحجم الزرعه والمسافه اللي ما بين الزرعه دي والزرعه دي. وهل هقدر ابني هي دي حاله هدير، حاله هدير. هل هقدر احط الكفر بتاعي ازاي بشكل ان اللثه تطلع ما بين السنتين وبشكل ان العظم يا دكتور ايمن لو انا دلوقتي عندي اقل من 3 ملي من السنة الطبيعية أو 2 ملي ما بين الزرعة والزرعة، العظم ده هيحصل له تآكل بشكل طولي. ليه؟ لأن مش هيبقى ليه تغذية دموية كافية. الحتة دي مش فاهم، معلش اشرح لي. يعني أنا دلوقتي عندي أدي سنة وأدي زرعة. لو أنا جيت قربت جدا الزرعة دي من السنة اللي جنبيها، فأصبح في رم أو في جزء من العظم تخنته، لو التخانة دي أقل من 3 ملي الجزء ده مش هيوصل له تغذية كافية. فهيبتدي يدوب، فيبقى انا كمان ببوظ السنه اللي جنبه. ايوه دي حته مهمه قوي دي. طبعا يعني انا زرعت زرعه بوظت الزرعه وبوظت السنه. ليه؟ لان السنه لو داب العظم اللي حواليها هيتكون جيب لثه ما بين اللثه وما بين السنه، هتعمل لي التهاب في السنه دي والسنه دي هتفقد.
Oh my God. كل ده تخطيط. يعني يعني عارف المثل اللي يقول لك ايه، خطط سنه ونفذ في ساعه. احنا ما بنخططش في سنه بس بنخطط. مثلا احنا مثلا التخطيط بنعمل التخطيط بتاعنا على الاشعه المقطعيه، نقوم جايين مصورين الاشعه المقطعيه ثلاثيه الابعاد، وابتدي امسك ال- ال- السنه، نقيس الاول، ناخد مقاساتنا عرض وطول وارتفاع. حلو. وبعدين نبتدي طب الذرعه دي لو جربناها تجربه في الحاله دي بتبقى فين؟ على الكمبيوتر. او لو جربناها هتبقى مظبوطه ولا لا؟ نبتدي نجرب. كان زمان، ايام زمان كان يعمل ايه؟ كان يجيب لنا لو احط زرعه يجيب لي 12 زرعه عشان اجرب المقاسات واشوف ويبقى قدامي. طبعا ايه وانا فاتح بقى والمريض مفتوح اللثه بتاعته والكلام ده كله، ده كان زمان. دلوقتي التجارب دي كلها بتتعمل فين؟ على الاشعه المقطعيه. قبل ما المريض يعني مجرد ما هو دخل عندي ابتدي اقعد اعمل ارتفاع زي ما انت شايف كده، عمال اجرب في اطوال زرعات مختلف، اقعد اجرب في كذا عرض للزرعه، اقعد اجرب بعد ما ظبطت الحجم الامثل في الطول وفي العرض ابتدي اظبط الاتجاه. انا شايف الكفر بتاع الزرعه دي الايديال بتاعها هيبقى شكله عامل ازاي بالنسبه للسنان اللي جنبيها، ابتدي اغير اتجاه الزرعه قدام ورا واغير في المقاطع وارجع لل3 دي اشوف الثلاثي الابعاد، يعني اغير في المقطع وارجع للثلاثي الابعاد اشوف شكلها هيبقى عامل ازاي في الثلاثي الابعاد، وارجع واغير تاني في المقطع، اغير اتجاه، اغير الانجل درجتين واقوم راجع تاني، اغير الانجل دي مثلا الزاويه دي يميني شويه شمال شويه. شوف بص بص القعده المذاكره دي جامده جدا. طبعا كل ده بقى على الكمبيوتر، المريض ما بيشوفش الكلام ده. المريض بيبقى قاعد في الصاله مثلا مستني ان البروسيسنج او التحضير او التجهيز بتاع الاشعه المقطعيه بتاعته. احنا بنقعد بقى واجهز، ادي السنه، طب اشوف السنه اللي جنبيها، طب السنه اللي جنبيها الطبيعيه اتجاهها عامل ازاي؟ اتجاهها عامل كده. ابتدي اعمل الزرعه بارلل ليها بالظبط. بارلل يعني موازيه. موازيه ليها بالظبط. ما هو ما ينفعش ما يكونش موازيه، لو مش موازيه هتدخل على سنه ثانيه. بالظبط. الهيومن ايرور هنا مش موجود. مفيش بقى عنصر ان انت في خطا بشري ممكن يحصل. انت وحظك. لا مفيش انت وحظك بقى، هنا انت بتظبط بالظبط. زي ما الكتاب بيقول بتظبط بالظبط، بتقعد تدرس والناحيه الثانيه السنان اللي عندها عامله ازاي، وانا هعمل الزرعه دي تبقى موازيه ازاي، وهتعض ازاي. واتجاه الكفر بتاعها هيبقى شكله عامل ازاي. انت بتحط الزرعه ان اكشن، عارف زي المخابرات الامريكيه كده لما يقول لك اي مخابرات حلوه المخابرات لما بتشوف مخابرات الافلام الامريكيه مخابرات المصريه المخابرات المصريه بتشوف الافلام كده يقول لك لا ده فلان ده ظروفه النفسيه هتعمل كذا وهيوصل كذا وهيمشي يعمل كذا، ده ممكن يرتكب جريمه. هو نفس القصه، انت بتقعد تشوف بتزرع زي بالظبط بتزرع. يقول لك بيزرع ايه رجل عميل في الحته دي. ايوه انا بشوف الانفستيجيشنز بقى كلها وازاي الزرعه دي. بالمسلسل المشهور جدا رأفت الهجان. بس طبعا مع الفرق مع احترامنا طبعا القيمه زي رأفت الهجان. انا بقصد ان انا بحط حاجه هي خارجه عن الـ 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 الوطن الموجود في وسطيه، مش هي مش سنه. هي مش سنه بالظبط، هي عميل. بس لازم اللي حواليها يحسوا انها سنه. هي لازم تبقى سنه كويس. فنبتدي نبيهيف نشوف كل مريض وليه الانجليشنز بتاعته وليه الزاويه بتاعت السنان بتاعته. يعني انا مثلا النهارده السنان الاماميه دي ممكن تبقى كده ممكن تبقى كده ممكن تبقى كده ممكن تبقى كده، يعني في 10 15 زاويه مختلفه بعيده عن بعض تماما ما بين كده لكده في السنان. طيب انا هبتدي اعرف منين الاتجاه الامثل؟ واللثه لعلمك خادعه جدا، يعني ممكن مثلا تخانه اللثه اللي هي من بره 4 5 مللي وتخانه اللثه اللي من جوه 6 7 مللي. اللثه خادعه. طبعا لان ممكن يبقى في يعني مثلا واحد عنده التهاب فاللثه منتفخه. فتبان لك ان العظم كبير والدنيا كبيره، تعمل اشعه تلاقي العظم زي ورقه السيجاره. واللثه اللي عامله الفيلم ده. واللثه هي اللي منتفخه. واحد تاني انا احط الزرعه دي في اتجاه، لو انا جيت حطيتها في اتجاه مثلا في مثلا زاويه غلط، الزاويه دي هتبص تلاقي ان انت اللثه اللي فوقيها دي عمرها ما هتتعامل معاها بشكل طبيعي. فهي اذا هي كلها متوقفه على زوايا واتجاهات وارتفاعات واحجام بالظبط، لازم تبقى زي السنان الطبيعيه. لازم تبقى بالظبط زي السنان الطبيعيه. طيب احنا اتفقنا انا والدكتور شادي في اجتماع كده مغلق ان احنا نعلي مستوى العلم، وقلت له بقى ايه كلمه النهارده فعلا علم مستوى العلم خالص. بس عجبتني قوي حته ان اللاسه قد تكون مخادعه. اللاسه دي ما بنتكلمش عنها كتير، ما بنتكلمش عنها كتير رغم انها مهمه جدا جدا.
بعد الفاصل حوارنا ما زال مستمر. العلاج طرقه، هنتكلم ازاي، هنشوف هدير اللي كانت خايفه هتبطل خوف ولا مش هتبطل خوف، والزراعه ما بعد ما كانت عمليه صعبه ده ممكن في خلال 10 دقائق تنتهي تماما، بس زي ما بنقول اذا كان عندنا الادوات التي تمكننا من العمل بمهاره شديده لزراعه، هي على فكره بيقول لك زراعه جاسوس، هنا زراعه سنه داخل فم قد يرفضها، قد يعني يتفاعل معها على انها فعلا جاسوس، وقد يتقبلها ويعتبرها جزء من النسيج. الشطاره بقى في جهاز المخابرات السناني هنا انها تفهم اذا تدخل السنه. مع احترام طبعا للجميع، ما تروحوش بقى حته ثانيه، خليكم معانا. اهلا بكم، ما زال حواري موجود ومستمر مع ضيفي العزيز الاستاذ دكتور شادي علي حسين. اهلا بك يا دكتور شادي. أهلا بك. طب من داخل بقى تشايني وايت، خطوات العلاج نعيش بقى تمام. احنا زي ما اتفقنا احنا هنخطط في سنه وننفذ في ثانيه بالظبط، مش في سنه بالظبط يعني، هي بتخطط برضو في وقت مش كبير، في ربع ساعه مثلا ولا حاجه، تلت ساعه او الوقت يعني اللي كانت بتتاخد في ساعتين في فم المريض احنا بناخده في تلت ساعه الاول على الكمبيوتر. المريض ملوش دعوه خالص بالموضوع، هو بيصور الاشعه بتاعته وينزل، ثم بعد كده ابتدي العلاقه اللي احنا نفذناها على الكمبيوتر بالظبط زي ما احنا خططنا ان احنا هنعمل الزرعه في الاتجاه اللي احنا شفناه وخلاص، وشفنا المقاسات والاتجاهات والكلام ده كله وظبطناه، بنبتدي النو تايم من خلال اللسه او فاتح فتحه صغيره جدا مش بمشرط ولا بحاجه، يعني بتبقى زي حاجه رفيعه خالص كده، بقوم عامل بيها فتحه رفيعه خالص جوه اللثه من غير ولا نقطه دم ولا اي حاجه، حاجه في ثانيه كده اقوم جاي الاتجاه اللي انا عملته اقوم حاطط الزرعه. ثانيه مفيش ولا نقطه دم بتحصل، المريض ما بيحسش ان هو عمل حاجه، يعني المريض ما بيحسش ان هو في حاجه اتحط فوقه. طب يا دكتور انت هتبتدي زراعه امتى؟ ودايما الجمله دي بسمعها، انت هتبتدي امتى؟ انا خلصت، مش ممكن، هي دي اللي بيقولوا عليها صعبه، هي دي الجراحه، هي دي مش عارف ايه، ويبقى الموضوع صعب جدا. هي بالظبط 6 دقايق، هو ده التوقيت بتاعها. بالظبط 6 دقايق ده بالبنج، بالبنج يعني البنج الواحد بياخد 5 دقايق. بالبنج. فطبعا ال تيجي بعد كده بقى على السوبر ستراكشر او الجزء اللي احنا شايفينه فوق ده، ايه بقى ده؟ الجزء العلوي. الجزء العلوي اولا شايف اتجاهه نفس اتجاه السنان بنفس الابعاد اللي ما بين السنان وبعضيها، يعني ما تلاقيش بقى ايه زرعه محطوطه في اتجاه مش مظبوط. بنبتدي طبعا ايه محمد بيصور والكلام ده كله، يمكن دكتور محمد بقى بيصور بقى ده اللي بيصور هو تصوير الوضع العام، ايه الوضع بقى اللي هو دلوقتي انا الزرعه المفروض السوبر ستراكشر بتاعها او الجزء اللي فوق بتاعها لسه هنحطه، فهو بيبتدي يصور وعلى اساس ده بنقرر انا دلوقتي هاخد ايه. انا عندي variable options او options مختلفة للسوبر ستراكشر، ويمكن ده برضو الكفر اللي هنحطه عليها، يمكن هنتكلم بس على السوبر ستراكشر بعد ما نشوف الجزء ده الكفر. السوبر ستراكشر يعني معناها الجزء اللي من فوق من الزرع، احنا اتفقنا الزرع جزئين، جزء تحت اللسة وجزء فوق اللسة. حلو. فالجزء اللي فوق اللسة ده اللي بيمسك الكفر بتاعنا او السنة بتاعتنا من فوق. فدي السنة بتتعمل برضو بنفس المقاييس، ما تحشرش اكل بنفس دي السنة دي، طبعا ما بتبقاش متعبة للكمبيوتر. ليه؟ لان انت مخطط لها عن طريق الاشعه المقطعيه وعملتها بالكمبيوتر زي بالظبط السنان الطبيعيه بنفس العضه بتاعه السنان بنفس السايكليك اوكلوجن او العض الطبيعي التشوينج اكشن او المضغ ده بيعملها فيرشوال او بشكل مصطنع على الكمبيوتر اكن ده فعلا فم المريض، ونبتدي ان احنا نعمل الكفر ده. يهم قوي الناس وبيهمنا احنا اللي هو علاقه اللثه بالجزء اللي فوق، علاقة اللثة بالجزء اللي فوق والجزء اللي فوق ده هيبقى شكله عامل ازاي بالنسبة للعين. فدي حاجة مهمة قوي وبتفرق جدا 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 ما بين دكتور ودكتور، ما بين سيستم في الزراعة وما بين سيستم تاني، وده اللي احنا بنصر عليه اللي هو ايه. انا عندي الجزء اللي فوق ده لو اتعمل لونه متل او هو بيبقى مثلا تيتانيوم، بس لو تيتانيوم ده موجود معمول لونه فضي وانا حطيت عليه سنة بدرجة الشفافية العالية جدا بتاعت حاجة الكمبيوتر، هيحصل ايه؟ هيطلع السنة لونها جراي، تطلع السنة لونها رمادي. ليه؟ لانها هتشف اللون الجراي اللي موجود تحت. ايوه بالظبط. طب هيقوم عامل ايه الدكتور؟ هيقوم عامل مثلا زركوني. لو عمل زركوني، زركوني درجة الشفافية بتاعتها قليلة، فهتبقى سنة مثلا وسط السنان التانية، فهتبقى شكلها تشوكي وايت ابيض، شكلها مبيض عن السنان بتاعتها، شكلها صناعي طباشيري. طيب
فيبتدي طب انا عايز اعمل شفاف مش هقدر، وعايز اعمل اوبيك او ما بيعديش الاضاءه مش هقدر، لان برضه ده هيطلع لي شكل وحش وده هيطلع لي شكل وحش. فبتبقى الدايليما بتاعت المريض دايما، طب انا الشكل بتاع الزرعه شكلي مش عاجبني اعمل ايه؟ يجي هنا بقى ده دور السوبر ستراكشر او الجزء اللي من فوق اللي هيتحط على الزرعه. الجزء اللي من فوق اللي هيتحط على الزرعه ده عندي نوعين، ده موست ريسنت بقى، احنا حاليا ما نتكلمش بقى في ان انا احط ايه او احطه بعد ما خلاص ضبطت اتجاهها والكلام ده كله، الماتيريال اللي هتتعمل منه السوبر ستراكشر. حاجه من الاثنين، يا اما حاجه اسمها تايبيز اللي هو القاعده اللي اتحط عليها التربوش دي او الكفر ده، تبقى اولا جولد بليتد مطليه بميه ده. ليه؟ لان هيدي الصفار بتاع السنه العاج بتاع السنه. فدي ده النوع الاولاني واتس فيري جود وبيدي ريزلتس حلوه جدا. يا اما ان هي تبقى معموله من عاج عاج نفسه. تمام. فلما تبقى معموله من العاج هتبقى لونها ابيض. فيبقى يا ابيض يا اصفر، لغيت اللون الجراي اللي بيطلع في الاسنان ده، اللون اللي هو الرمادي. يا اما نوع الحاجه الثالثه ان انا اعملها قاعده بس. اعملها من تحت لكنها قاعده بس، والكمبيوتر يعمل لي السوبر ستراكشر والطربوش مع بعض. مع بعض بيعملوا لي من نفس الماده، نفس الماده بتاعت البورسلان. اوكي. فبالتالي اصبح حليت مشكله الشفافين او درجه اللون. انا اقدر اعمل اللون الشفاف اللي انا عايزه، يا اما اعمله على الجولد بليتد تايبيز، يا اما اعمله على القاعده بس واعمل عليها انا سوبر ستراكشر بالكمبيوتر، يا اما اعمله بالعاج الثالث. فبالتالي ما عنديش مشكله ان انا اعمل زرعه تبقى بالظبط زي السنه الطبيعيه، ما اقدرش افرقها. والكلام ده كله المريض ما بيعرفوش، هو المريض ليه ان هو ياخد، احنا بنسلكت طبقا للحال. انا محتاج اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا، ودي هي بقى المهاره او الخبره في الشغل بتاع الزرعات. وده احنا بنلخصه في كلمتين، انا بديك جارانتي على زرعه مدى الحياه. فيبقى انت ريحت دماغك ان انا الزرعه بتاعتي دي والبي جارانتي فور لايف، وانا عارف انا بعمل ايه. ثم بعد كده نبتدي بقى نعمل الطربوش ونعمل الكفر ونعمل طبقا للمقاييس الجماليه. المقاييس الجماليه بقى الجمال بقى هنا بقى نبدا بقى التجميل، نرجع تاني بقى لعالم التجميل ونبدا نكون بالظبط كده زي ما اتعودنا معاه في الكمبيوتر. بالظبط كده. طب نشوف بقى هدير انطباعها ايه، لان كانت خايفه هدير وانا طبعا قلبي خايف بزعل جدا من خوف اي حد على اي حاجه. تعالوا نشوف. اول كان عندي مشكله ان انا ما بعرفش اضحك، فدايما كانوا بيقولوا لي روحي وازرعي الضرس يعني عشان يبقى تضحكي براحتك وما عندكيش اي مشكله، بس انا كنت جدانه جدا. فسالت عن الموضوع زرع الضرس ده، قالوا لي ان في مشكله وفي فتح وفي جراحه، وانا بخاف جدا من الحاجات دي. بس جيت هنا عند دكتور شادي اقنعني ان لا ما فيش ولا جراحه ولا اي حاجه من دي ممكن تحصل. رحت عملت اشعه وشفت بنفسي يعني ان فعلا الضرس متدمر وما فيهوش اي حاجه ولازم ان انا ازرعه. جيت هنا الدكتور شادي وفعلا قعدت تحت ايده 10 دقايق بالظبط، انا لدرجه ان انا ما حسيتش، انا عماله اقول له يلا يا دكتور يعني خلص عشان انا خايفه جدا، بس انا مش حاسه بحاجه خالص. بس فالمهم قال لي، انا فوجئت ان هو قال لي لا انا خلصت فعلا. فدي كانت حاجه بالنسبه لي يعني انجاز، ان انا اول مره بجد بجد يعني اقعد تحت ايد دكتور ما حسيتش باي حاجه، حتى حقنه البنج انا ما حسيتش بيها اصلا. ف يعني انجاز ان انا لقيت حاجه ضرس اتزرع من غير جراحه من غير الام من غير خياطه من غير اي حاجه، بجد في 10 دقائق كنت مخلصه كل حاجه من غير اي الم حسيت. طبعا انا بيسعدني جدا ان من غير اي مشاكل وهدير مبسوطه، كلنا مبسوطين. اذا كلنا مبسوطين. هي هدير ما بتجيش ليه؟ تيجي تحكي لنا القصه ايه؟ طبعا يعني واحنا في النهايه التكنولوجي مهمه. طب مهمه، ما هي مش فكره مهمه، هي اصبحت انفينسيبل يعني مش لا يمكن الاستغناء عنها. بالظبط. يعني هي بتفرق جدا في 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 خطه العلاج، بتفرق جدا في تحديد ايه اللي انا هعمله، بتفرق قوي في الخطوات بتاعت بتفرق في وقت الجلسه، بتفرق في بعد الجلسه هيبقى عامل ازاي، بتفرق في المانجمنت بتاعي في الحاله، بتفرق في المريض بيتعامل مع السنه بعد كده ازاي، وفي اللايف ستايل بتاعه في حاله الزيارات. حاجات كتير، حاجات كتير. انت نورتنا ومبسوط جدا جدا بهذه الزياره الجميله الممتعه كالعاده. ويعني احنا النهارده بقى ايه، ابداوا كده تعلموا منا ان فتره الدكتور شادي بتقولوا بقى بص بقى الاكاديمي ننقله للناس، نصعب نتكلم بقى بالعلم. فقال لي طب يلا يلا
وفعلا بدانا النهارده اهو ندخل بقى في سوبر استراكشر وانفراستراكشر وحاجات جميله خالص. فانا اتبسطت خالص النهارده. اللي عندهم عايزين يسمعوا عشان بيفكروا في كل الكلام ده وهيراجعوا الحاله دي محتاجه تتشاف مره واثنين وثلاثه واربعه. هم اربع عدد. نورتنا. كل الشكر والتقدير لضيفي العزيز الاستاذ الدكتور شادي علي حسين، استشاري ومدرس طب الاسنان بكليه طب اسنان جامعه عين شمس، ودكتوراه وماجستير علاج الجذور من جامعه عين شمس، وزميل الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان، والجمعيه عضو الجمعيه الامريكيه لعلاج الجذور، والمدرب المعتمد من الجمعيه العالميه لطب الاسنان الرقمي، وطبعا رئيس مجلس اداره مركز شاني وايت الشهير. نورتنا دكتور. خليكم بقى مع الدكتور. من زرع حصد وطبعا الزراعه فعلا من زرع في السنان بالذات من زرع هيحافظ على حاجات كتيره جدا في حياته. ما تروحش في اي حته تاني. وسهلا ومرحبا ولقاء ممتع طبعا ومثير. الجمال مفيش اجمل منه، والجمال طبعا بيقدره كل انسان جميل. الجميل بيحب الجميل، والقبيح على فكره يفضل القبيح. زي بالظبط انا ليا مقوله شهيره جدا، الذكي يحب الاذكياء والغبي يفضل الاغبياء، يعني بلا شك في كل شيء. النهارده حقيقه حوارنا هيكون كالعاده مثير، لان ضيفي بالعاده شديد الشجاعه شديد العلم، وكما قلت النهارده اليوم يوم اكاديمي من الطراز الاول بلا شك، كله بلا شك. وطبعا يعني النهارده الضيف عزيز عليا جدا وقيمه علميه كبيره ومهاري. النهارده يوم شطاره صحيح، يعني شاطر شاطر جدا في عمله، الايد الجراحيه المتميزه، وازاي الغرزه في كل غرزه اركز، في كل غرزه اركز. طبعا هو هنا في الحته دي لا يشق له غبار. القيمه العلميه المتميزه الاستاذ الدكتور وائل غانم، استشاري وجراح التجميل واصلاح العيوب الخلقيه، واحد اهم الكوادر الطبيه بمنظومه مستشفى الامم العريقه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور ايمن، ربنا يخليك اكتر والله. يعني بتشرفني وبتنورني. والنهارده الفيزر حقيقه يعني عملت يعني حاله من الشجاعه كبيره وحقق نجاحات مبهره الحقيقه. الحمد لله الحمد لله. هو بالفعل الفيزر هو الطفره الحديثه في جراحات شفط الدهون بالاخص، لان شفط الدهون يا دكتور ايمن كان عامل حاله من الخوف عند ناس كتير، مش هو اللي حواليه. بالظبط، لان كان في اشاعات كتير طلعت، خاصه بسبب حالات اتعرضت لمشاكل وما كانتش فاهمه ان ايه هو الشفط. وللاسف في بعض الناس استغلوا الشفط بشكل خاطئ، وده يمكن سبب مشاكل لبعض الناس. عايزين بلاش نقول على الناس اللي هي حصل لها مشاكل في التخدير، لان دي حاجات مش تبعنا. مشاكل التخدير مش تبعنا. وبعدين مشاكل التخدير ورده واحد في ال 100,000 مثلا. بالظبط. وده الحاجه الثانيه، هو لما بنقول المشاكل في التخدير يبقى دي فيها حاجه مش مظبوطه، لان زي ما قلنا دايما قاعده ان جراح كويس هو بيختار تخدير كويس. لا، عايزين نقول المشاكل التقنيه في اجراء شفط الدهون لما حصل منها مشاكل في الفترات اللي فاتت نتيجه ان في ناس بتستخدم شفط الدهون غلط. ان الدهون واحده داخله العياده، دكتور انا عايز اخس، لا هعمل لك شفط الدهون. مين قال كده؟ انا نفسي اعلق ورقه في العياده اكتب فيها عمليه شفط الدهون ليست للتخسيس، لان هي مش عمليه تخسيس. لسه في مرضى يعني اكتر من مريض جاي تحول لي من الدكتور وائل. دكتور وائل حولهم لي، هم وزنهم زياده جدا راحوا عشان يعملوا شفط الدهون، قال لهم لا. بالظبط. فجولي، فانا ساعتها بقيت سعيد جدا. زي ما انا بيجي لي ناس اقول لهم ما ينفعنيش انا، روحوا جراح تجميل مثلا. صح. يعني هو ده اللي احنا بنقول عليه. الناس اللي حصل لهم مشاكل من الشفط هو ناس ما كانتش المفروض يتعمل لها شفط. هو عندهم سمنه مفرطه، كان المفروض ان هو يخس الاول بنظام غذائي، ويمر بفتره في مناطق معينه ساعات مع الرجيم ما بتقلش، فبتضايق الناس في الشكل، خاصه في منطقه البطن، الخصر، الارداف، دي اكتر مناطق شائعه جدا. هنا ده وظيفه جراح التجميل هيتعامل معاها كشكل. طيب في ناس تقول لي
بيبقى قاعد معايا يقول لي طب يا دكتور طب ما الدهون اللي هتطلع دي هتوزن، اقول له بالفعل ما هي هتوزن، يعني هنا الوزن هيتاثر ولكن امتى؟ احنا عشان نحس بنجاح عمليه الشفط في المرتبه الاولى الشكل، لان احنا دلوقتي بنغير في الشكل، بنعمل تنسيق للجسم، يترتب عليه في المرحله الثانيه الوزن، لكن مش هو ده الاتفاق، مش هو ده المقياس ما بيننا، لان الوزن هنحسه لسه قدام شويه بعد شهر شهر ونص، لان في مرحله تورم بعد الشفط. التورم دي عباره عن سوائل، يمكن ناس ساعات لما بتيجي تعمل شفط دهون لما يوزن نفسه بعد العمليه بيوم او يومين يقول لي يا دكتور ده انا زدت. ليه زدت؟ لان اتكون سوائل اللي هي التورم، ودايما الميه اتقل من الدهون، لو احنا جبنا زيت وميه الزيت يطلع فوق والميه تنزل تحت، فالميه توزن اكتر من الدهون. فلو قسنا وزننا بعد عمليه الشفط مباشره مش هنحس باي تغيير في الوزن، بل ممكن نحس ان احنا ازيد، لكن امتى نحس؟ ده بعد شهر شهر ونص. لكن هل هو الاتفاق في الاول ان عمليه الشفط بنعملها للتخسيس؟ لا، احنا بنعمل عمليه الشفط لتنسيق الجسم، لتنسيق القوام، المناطق اللي فيها سمنه موضعيه زي البطن، زي الوسط، الارداف، الظهر، الذراعين، اللغد، المنطقه المؤخره، كل الحاجات دي مناطق فيها سمنه موضعيه وشائعه جدا، وبتغير شكل الانسان، بتغير شكل الانسان، يعني اللغد بيغير شكل الانسان طبعا، الذراعين بيغيروا شكل الانسان، البطن، الجناب، ومش بس كمان يا دكتور ايمن بقى التغيير في الشكل ده في الوظيفه. ليه؟ احنا كيلو واحد زياده في البطن هو حمل على العمود الفقري طبعا، حمل على المفاصل طبعا. فبالتالي في ناس بتيجي عندها سمنه موضعيه فقط، بتبقى مبعوثه من دكتور العظم بتقول لها لا انت محتاجه تخسي مثلا من 4 ل 5 كيلو عشان اقدر اعمل لك العمليه بتاعه المفصل. هنا دي عمليه مسموح بيها ان احنا نعمل شفط الدهون، عشان هنا بنغير في الشكل وبنفقد اوزان هتساعد في الوظيفه. في حته كمان التكتل الدهني فيها بيؤدي الى مشكله كبيره جدا في الاداء الجنسي، هي منطقة ما فوق العضو الذكري. صح، المنطقة دي لما بيحصل فيها تكتل دهون العضو الذكري ممكن يتأثر، وخصوصا إذا كان طوله غير مناسب، فممكن يحصل أن الرجل لا يستطيع أداء جميع الأوضاع الجنسية ويتأثر طبعا طول العضو الذكري. حضرتك بتتكلم على حالة بالفعل كانت موجودة الأسبوع اللي فات. هو راجل كان في الأربعينات من عمره، عنده سمنة موضعية في البطن، وعنده بطنين، يعني بطن هنا وبطن تحت فوق العضو الذكري. ليه بتأثر على الوظيفة الجنسية في الذكور مثلا؟ ليه؟ لأن الروت أو الجذر بتاع العضو بيبقى المنطقة دي اللي هي منطقة العانة فيها، لو تركز فيها دهون بتأثر على الانتصاب بشكل كبير جدا. لما بيكون في سمنة موضعية في الرجال في هذه المنطقة الحقيقة بيتأثروا بشكل كبير جدا في موضوع الانتصاب، رغم أنها ما بتكونش يعني بحجم البطن، يعني ما تكونش كبيرة قوي زي البطن، ما بتكونش مثلا اقولها باللترات يبقوا 3 4 لتر بس مثلا، لو يمكن اقل كمان، ولكن تاثر عامله شويه عامله سيء، لان انا تخيل كيس في كيلو، مش هنقول ان 2 او 3 كيلو، كيلو موجود على العضو الذكري طبعا هتاثر على الانتصاب طبعا، وعشان كده شرايين هنا وهي ماشيه عليها ضغط بالظبط. فعشان كده لا، دي برضو وظيفه، يعني هي دي من الحاجات اللي بتستفيد جدا لما بنقول ان انت محتاج عمليه شفط الدهون. فنرجع تاني، الفيزر لما طلع عشان يعالج المشاكل اللي كانت ممكن تحدث من عمليه شفط الدهون بالطريقه العاديه. طيب، يبقى احنا دلوقتي قلنا في البدايه لازم نحدد ايه الحالات اللي محتاجه شفط دهون، وايه الحاجات اللي محتاجه نظام غذائي وتخسيس الاول، وبعد كده لو احتاجت شفط الدهون ده خلاص ده امر مفروغ منه. طب ننقل بقى على الحاجه الثانيه، ايه الفرق بقى؟ الفيزر طلع عشان ايه؟ الفيزر طلع عشان يتعامل مع اكبر كميه من الدهون، لان احنا في الطريقه العاديه بنكسر الدهون بالطريقه اليدويه، فده كان الحقيقه بيكسر معاه الانسجه المحيطه بالدهون زي الاوعيه الدمويه، الاعصاب، والاربطه اللي ماسكه الجلد بالعضلات. فهنا بنستفيد من ازاله الدهون، ولكن بيبقى في اعراض جانبيه تانية زي فقد في الدم وزياده في الترهل. لما جه الفيزر لا، اعالج هذه المشكله ان هو يكسر الدهون بس ويحافظ على الانسجه الضامه والاوعيه الدمويه والشرايين والاعصاب، وبالتالي مش هيحصل المشاكل اللي كان فيها فقد للدم، وكمان مش هيحصل ترهل. ليه؟ لان مش بس عشان بيحافظ على الاربطه بتاعه الجلد، ده كمان بيساعد على تكوين الكولاجين، عشان كمان شويه واحنا بنعرض الفيديو هنعرف ان في العمليه احنا بنمر بمراحل، مراحل كان فيها حاجات مشتركه ما بين الشفط العادي اللي احنا بنحقن سوائل، وبعد كده نكسر الدهون بالفيزر، وبعد كده بنشفط الدهون، اخر مرحله زادت ان احنا بنجيب الموجات الصوتيه من الجلد
عشان دي بتحفز الكولاجين وبالتالي يحصل شد. وما زلت هقول في كل حلقة ان مش معنى كده ان اي درجة من الترهل تتعالج بالفيزر. لا، احنا بنقول ان تقريبا 50% من حالات اللي كان فيها ترهل كان ما كانش لها الحل غير الجراحة، لا دلوقتي الفيزر بقى ليه دور كبير جدا في علاجهم. لكن لازال في حالات ما تحتاجش غير الجراحة. سيدة عندها بطن سقطة وولادة متكررة وبطنها نازلة، دي محتاجة عملية شد البطن. هنا برضو الفيديو اللي احنا بنعرضه عشان نحاول دايما نؤكد على تقنية الفيزر بتشتغل ازاي. طبعا دي المناطق الشائعة، ده ورا مناطق كتير على فكرة، ورا مناطق كتير قوي بالظبط، الارداف، الهانش، دي مناطق شائعة جدا اللي بتجرى فيها عملية شفط الدهون. زي ما قلنا احنا بنمر بخطوات، دي الجلد فوق ما بينها الدهون وتحت العضلات. احنا دلوقتي بننفخ، بنعمل بالونينج، ان احنا بنحقن سوائل. السوائل دي بتعمل نفخ، بتعمل بتنفخ المنطقة دي كلها عشان تساعد على تكسير الدهون، وفي نفس الوقت الموجات الصوتية تشتغل بشكل أسرع. هنا دلوقتي الفيزر عمل إذابة تسيح للدهون بالحفاظ على الأربطة اللي ماشية بالطول ما بين الجلد وما بين العضلات. هنا الدهون كلها بقت حاجة واحدة، ما عادتش تكتلات، بقت كلها حاجة متجانسة. هندخل بالشفط العادي وهنشفط السائل اللي تم إذابته ده بمنتهى السهولة، وما ناخدش الوقت اللي كنا بناخده في العملية قبل كده. يبقى هنا استفدنا ان الفيزر اختصر الوقت، لان احنا بنكسرنا الدهون بشكل اسرع. وزي ما قلنا ان دي الموجات الصوتية، ان كان عندنا تطور في الشفط، كان طلع حاجات مساعدة للشفط زي الفايبريشن وزي الليزر واخرها الفيزر. الفايبريشن ساعد شوية ولكن بشكل محدود، الليزر ساعد بشكل اكبر ولكن حصل منه مشاكل ان هو بينتج عنه حراره كبيره فممكن يعمل الى حرق، فبالتالي برضو محكوم مش قادر انا اشتغل. الفيزر في ميزه ان هو في امان، انا ممكن اشتغل في اي اتجاه بمنتهى الامان من غير ما اعمل حرق للانسجه، وبالتالي ده يخليني افقد كميه اكبر واكسر كميه اكبر من الدهون، ومن غير ما افقد دم ومن غير ما اثر على الانسجه اللي ممكن تعمل ترهل في الجلد. طيب انا هدخل هنا في سؤال عن السبق. انا بيني وبينك يعني بطلت ان انا اتفرج على اي حاجه ثانيه، من حتى رغم ان كانت مسؤوليتي الاعلاميه ان انا اتفرج، بس انا بدا يجي لي نوزيا وبدا يجي لي فوميتنج وبقى انا عندي كحه بقى لي اسبوعين، فيعني الحاجات دي بتزود الكحه انت عارف. الف سلامه. بس انا حسيت ايام ما كنت بتابع ان في سبق. احنا بنشيل 15 لتر واحنا بنشيل 17 لتر وعليا ب 20 لتر، والمساله يعني كانه كل الحالات بتمشي بستاندرد معين. فانا عايز اقف عند حته اللترات اللي بتشال واسالك علميا، انا يعني هل كل عيان له طبيعه خاصه، له اسلوب خاص، له عدد لترات هتتعامل معاه في الدهون فيها، ولا المساله ان احنا يعني كل ما هنشيل اكتر في العدد او نقول للعيان احنا شلنا اكتر يبقى احنا كده انجح؟ تمام. هو زي ما حضرتك بتقول ان للاسف بقى في ترويج للموضوع الكم، ان احنا بنحاول نغري الناس ان احنا بنشيل اكبر وبنشيل اكتر وده اللي بيخلي الناس تعمل. لا، الحقيقه ده غلط. هو علميا بطريقه الشفط العاديه، خلاص ننسى الفيزر شويه، ان مسموح بفقد الدهون من 8 ل 12 لتر. ده الحد، ده الكتاب، ده الحل، ده الحد المسموح بيه. ده في الطريقه العاديه، عشان زي ما قلنا في الطريقه العاديه بنفقد سوائل من الجسم، بنفقد دم، وممكن يبقى فيه بعض الأوردة تتقطع معانا. الفيزر جه عشان يلغي الكلام ده كله، عشان ما يبقاش فيه فقد للدم اللي احنا نخاف منه ان احنا ننقل دم بعد العملية، وما يبقاش فيه فقد للسوائل، لان احنا بنحقن سوائل بشكل اكبر شوية، عشان السوائل دي زي ما قلنا بتساعد على تكسير الدهون وبتبقى ميديا او وسط للموجات الصوتيه بتنتشر فيها بشكل اسرع. وبالتالي قدرنا هنا نزود الكميه دي لحد 16 لتر، وده مثبوت علميا. يعني بالدراسات اللي اتعملت على الفيزر قالوا ان لحد 16 لتر مسموح. طيب هل بعد 16 لتر؟ لا، يعني ما نقدرش ان احنا نقول بقى ده الفيزر جه ممكن براحتنا بقى الى ما لا نهايه، ما فيش حاجه اسمها كده. طيب هل معنى ان انا دلوقتي بقول ان الحد الاقصى 16 لتر يبقى تيجي مثلا واحده وزنها حاجه و80 انا عايز انزل ل 60، مش انتوا قلتوا 16 لتر؟ اطرح. هل 16 من 86 ان شاء الله كده 70. فهل ده هل ده معناه ومين قال ان الزياده دي كانت في الدهون بس؟ ما هو الزياده في الوزن ما بتبقاش دهون بس،
بتبقى دهون وفي عضلات وفي عظم وفي ميه في الجسم. احنا بنتكلم على الدهون الزائده، يعني احنا بنشتغل على الدهون اللي زادت، مش بنشتغل على الوزن العام للجسم. ان في حاجه اسمها الوزن العام للجسم، ما يجيش واحد بيقول ايه انتوا ايه ده ايه ده الفيزر طلع عشان 16 لتر حلو قوي يبقى معنى كده انا هعملها عشان اخس. مفيش حاجه اسمها كده، احنا بنشتغل على الدهون فقط. والحلو في الموضوع ان في ناس بيبقى عندها كذا منطقه، يعني في حد بيبقى عنده زياده موضعيه في الذراعين، زياده موضعيه في البطن، في الارداف، هنا ممكن نتعامل مع كذا منطقه بامان من خلال ايه الفيزر. كان في الاول بالطريقه العاديه ممكن نجزأ نقول ايه لا والله مش هينفع في عمليه واحده نتعامل مع الجسم كله. في هنا بالفيزر لا، بيسمح لي ان انا اقدر ان انا افقد الكميه دي من كذا منطقه بمنتهى الامان بالحد المسموح به. يعني برضه هو السؤال ال 16 لتر اللي هو الحد الاقصى ده يعني افرض واحد عنده زياده في البطن وزياده في الدراعين، اقدر اخد 16 لتر من البطن واخد 16 لتر من الدراعين ولا التوتال؟ هو التوتال الخروج المجموع النهائي ما يعديش 16 لتر. ما يعديش 16 لتر. واحنا بالخبره اقسمهم بقى 12 من البطن و8 من الدراعين زي ما انا عايز. احنا بالخبره بقى برضو دي حاجه بقى داخل المطبخ زي ما بيقولوا، البطن ما بتطلعش الارقام دي كلها. عشان في ناس بيهيئ ايه دكتور انا عندي زياده، هو طبعا بطن كبيره كده انا هطلع كده يجي 20 لتر. البطن اصلا ماكسيمم بتطلع 8 لتر، يعني في الاوزان الكبيره ان هو حد بيكون تركز البطن فيه حاجة عالية جدا، وبنتكلم على البطن ايه من اعلى البطن لاسفل البطن بالوسط بالجناب. فما يبقاش حد متخيل، لان في فرق بين كمان بين السمنة الداخلية داخل الفيسرا دي. أيوة ما بتتعاملش معاها بالظبط. وهو دي النقطة اللي كنت عايز ادخل فيها فعلا دلوقتي حاج، ده مهم جدا ان احنا بقى نفرق ان البطن زايدة هل دي كلها دهون بره ولا جوه. لان في بعض الحالات بيهيئ لي ان هو داخل بطنه كده هو عايز يخرج من العملية بطنه ستريت ممسوح، لما نيجي بنكشف عليه بنقول له بقى حاجة بسيطة جدا، اشفط بطنك لجوه، تلاقيه بالعافية مش قادر يشفط بطنه. ليه؟ لأن في دهون كتيرة جدا حوالين الأحشاء الداخلية موجودة مش قادر إن هو يشفط جدار البطن. يبقى ده عنده سمنة داخلية، هل شفط الدهون أو الفيزر أو يتعامل مع السمنة الداخلية؟ لا طبعا، ما أقدرش أدخل بالأنبوبة دي وسط الأمعاء وسط الكبد. لا 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 ما ينفعش. مش شغلنا، ما ينفعش. فبالتالي بقول له إيه، لو إحنا عملنا شفط للدهون عندك يبقى انت هتتعالج 50% من الموضوع. طب ال 50% التاني خس، لازم تخس. طب ابدا بايه يا دكتور؟ ده سؤال على طول بس بتساله، اقول له تخس الاول، لان لما تخس هيفيد ان الداخلي هيروح وجزء من الخارجي هيروح، وبالتالي اللي هيفضل من الموجود خارجي هو ده اللي هو ده اللي هنقدر نتعامل معاه. هل الخليه الدهنيه المقاومه ليها طبيعه خاصه، ليها طبيعه مختلفه عن الخليه الدهنيه؟ يعني في ناس تيجي تخس تروح جايه فاضله بطن، تخسي قوي 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 بس برضه بطن لسه فاضله. تمام. الخلايا الدهنيه هنا هدخل شويه معلش في العلم قوي، هل ليها طبيعه مختلفه هيستولوجيا عن الخلايا الدهنيه، سريعه الفقد سهله الفقد لما الواحد يلعب ماتش بينج بونج؟ كويس. احنا طبعا عندنا انواع من الخلايا الدهنيه. وفي ناس ساعات بتعتبر الخلايا الدهنيه نوع من انواع الغدد، ولكن هنقول ان هي خلايا. تمام. ليه؟ عشان قسموها للخلايا البنيه اللي هي بتحرق، والخلايا الصفراء او البيضاء اللي هي فيها اكتر كميه من الفات اللي هي مخازن الدهون، مخازن الدهون اللي هي المضره. تمام. طيب في ناس بتاكل كتير وما بتزيدش، لان ده نسبه الخلايا الدهنيه البنيه اللي هي بتحرق سريعه. عشان كده احنا قلنا في ناس بتعتبر الدهون ساعات من الغدد عشان في حرق بيحصل بشكل غددي. فلكن هنقول ان هي مختلفه من شخص لاخر، وانا في العمليات بنلاقي ان شكل الدهون فعلا مختلف من شخص لاخر. تلاقي في حد من الدهون فاتحه جدا، ودي في الاوزان الكبيره ده معناه ان دي مخازن شرهه بتقدر تجمع اكبر كميه من الدهون. وفي حد لما تيجي تتعامل في جسمه تلاقيه رفيع، تلاقي الدهون فعلا غامقه، هي دي الدهون مش طبعا مش بنيه يعني لونها بني، بس الصفار بتاع الدهن بتاعه غامق. دي خلايا عندها قدرة على الحرق بشكل سريع. لازم نتعامل مع الأشخاص دولت بشكل مهم جدا. ليه؟ الأشخاص اللي عندهم الدهون اللي هي الفاتحة اللي هو بيقدر يجمع أكبر كمية من الدهون، لازم يبقى عارف كويس قوي إن إحنا لما بنخرج من العملية ما بنقدرش نفقد كل الدهون دي، لأن لازم يبقى في طبقة من الدهون بتفضل. ده بيتنبه عليه دكتور أيمن، أنت لازم بعد العملية تمشي على نظام غذائي، لأن أنت عندك عرضة إن الدهون دي ترجع، مش ترجع عددا لكن الطبقه اللي فضلت دي عندها قابليه ان هي تشيل تاني. تشيل تاني بالظبط. المخزن اللي مساحته قد كده لا هيشيل اكتر. ايوه. طيب وهنا بنشوف العمليه ال 16 لتر يعملوا كم كيلو؟
15 لتر دهون تقريبا يعني 15 كيلو لان هو اللتر قريب من الكيلو فتقريبا 16 لتر يعتبر 15 كيلو تقريبا يعني تقريبا مش فرق كبير يعني احنا لما بنيجي نحدد باللتر تقريبا بنتكلم على ان هو قريب من الكيلو اوكي وده برضو على فكره رقم حلو في التخسيس مش وحش كويس جدا جدا بس نبقى عارفين ان هو هيترتب عليه في بطريقه غير مباشره في المرحله الثانيه هنا زي ما شايفين يحتاج الى وقت دي العمليه نفسها بقى في الاول احنا كنا بنرسم وقلنا ان دي حاجه مهمه جدا دلوقتي طبعا احنا بنحقن السوائل تحت الجلد اللي هي بتنفخ والميديا اللي بتبقى مناسبه للموجات الصوتيه زي ما احنا شايفين دلوقتي ان البطن اتنفخت بعد حقن السوائل تحت الجلد ودلوقتي بنحط البورت اللي هي الفتحه اللي هيدخل منها زي ما احنا شايفين جهاز الفيزر اللي هي الانبوبه الرفيعه جدا زي ما احنا ماسكين الجهاز بمنتهى السهوله وهو داخل من غير مقاومه كبيره بيفتت الدهون وبيكسرها وعشان بعد ما تتكسر الدهون وتسيح هنعمل عملية الشفط اللي احنا محتاجينها في المنطقة دي وزي ما احنا شايفين الدهون هنا بدأت ما تتشفط هي نازلة زي العصير بس بنية شوية مش صفرة ما هي بتختلف بقى طبعا لان هو عند النسا بنية سنة لان هي رفيعة مش لو لاحظنا بالظبط فالاجسام اللي هي بتبقى زي ما قلنا اللي هي بتبقى سليم ورفيعه شويه هنا احنا شايفين احنا ماسكين الجلد اللي هو البنشنج تيست ده عشان نحدد الطبقه وبالتساوي في كل المناطق بقت زي بعض عشان نقدر نبقى عارفين ان 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 في تجانس في الشفط وما حصلش موضوع المطبات اللي ساعات انا بزعل جدا لما اشوفها الاقي حالات عامله شفط وعنده تموجات في الجلد او مطبات ده فرق عن السليوليت كبير جدا لان في ناس عندها سليوليت من الاول عندها طبقه زي قشره البرتقان كده بس ده ما بيجيش في البطن السليوليت ما بيجيش في البطن بيجي في الفخدين بيجي في الفخدين وطبعا ممكن يجي في منطقه المؤخره تمام السليوليت ده حاجه تانية ده نتيجه عدم انتظام في طبقه الدهون السطحيه لكن انا بتكلم على المطبات او التموجات اللي ممكن تحدث بعد عمليه الشفط العادي ميزه الفيزر ان هو بيقدر يخلينا التحكم في ازاله الدهون عالي جدا والتجانس والتحديد لان هو بنقدر نحدد المنطقه باكبر كميه من الدهون نقدر نشيلها عشان نقدر نبين الوسط بشكل كويس جدا في الطريقه العاديه بيبقى صعب لكن الفيزر بنقدر نحدد بيه المناطق بشكل كويس من غير ما يحصل موضوع التشوه اللي ممكن يحصل من المطبات او عدم التناسق ما بين اليمين والشمال والاشكال اللي مش مقبول ان هي تحصل من عمليه الشفط نعم. هنقف هنا اذا عمليه شفط دهون عاديه اتعملت بالطريقه العاديه ولم تكن ناجحه فخلت البطن اشبه بشارع اقول لك ايه بس شارع ايه في شوارع كتير كده يعني شارع من شوارعنا المحبوبه ربنا يصلح الحال كله وكله سفلت لكن في حتت مثلا في ناهيه وفي مش عارف ايه تبص تلاقي الشارع عامل كده في بطون طلعت من عمليات شفط دهون قديمه عامله كده للاسف صح للاسف مطبات هل الفيزر يقدر يعالج العمليه دي؟ دي حاجه ميزه ثانيه للفيزر ان هو الفيزر الموجات الصوتيه بيبقى عندها قدره عاليه على التكسير لما بيبقى فيه التليفات اللي ممكن تحدث بعد عمليه الشفط الجهاز فيه بروجرامز وفي ان انا ممكن ازود الموجات بحيث ان انا اعلي موجه الموجات الصوتيه لاعلى درجه ودي بتقدر تسمح لي ان انا اقدر ادخل في طبقه التليفات دي بمنتهى الامان من غير ما ابوظ الجلد وبالتالي اقدر افصل الاجزاء اللي حصل فيها تليف ونزلت وعملت المطب الهبوط اللي موجود ده واقدر اسويها باللي حواليها في الطريقه العاديه للشفط بيبقى صعب لان انا بعد ما بحقن السوائل كله بيتنفخ فمش بقدر احدد الفيزر هنا عشان بيكسر بسرعه عاليه جدا بقدر ادخل في الاماكن دي من غير برضو ما اخاف على الاوعيه الدمويه لان اي مكان فيه تليف بيبقى فيه اوعيه دمويه كتيره جدا ففقد الدم بيبقى فيه عالي لا الفيزر بيعمل العكس انا بدخل فيها وبفصل الجلد في الجزء ده من غير ما ياثر على الاوعيه الدمويه اللي ممكن تعمل لي فقد للدم فبالتالي احنا لما طبقناها في الحالات اللي هي حصل فيها كده استفادت بشكل كبير جدا بل بالعكس يعني احنا قدرنا ان احنا كمان نديهم نتيجه اكتر يعني مش بس بنساوي لا ده احنا عملنا تحديد كمان في حاله من الحالات دي ما مصدقتش بتقول لي انا ما كنتش متخيله ان انا مش بس هساوي المناطق دي ده انا كمان عندي تحديد للجنب بتاع البطن والوسط فيا ريتني كنت عملتها من البدايه بس احنا بنقول احنا ما فيش مشكله خالص لا ولو اي حاله كان حصل فيها مشكله مش خلاص بقى حصل تشوه من مدى الحياه لا ده في علاج ليها وفي حل
واللي ما اقدمش على هذه العمليه او بيفكر فيها يفكر في الفيزر، لانه بالفعل امن جدا ومناسب جدا ونتائجه هايله. بس هتتحمل بقى عبء اخر اللي هو ان الناس اللي عملت وعندها مطبات حصلت لهم من شفت دهون قديم من قله خبره مثلا من حد دخل مش عنده خبره عاليه، العامل النفسي الناس دي بتبقى عندها على فكره توتر غير عادي من حكايه الشفط ديت، واي حد بيقرب من الحته دي بيقلقوا جدا. ده طبيعي طبعا، لان هو لما حد يتعرض لعمليه تانية بيفكر ألف مره وطبعا بيبقى خايف من النتيجه، لان هو اول مره كان داخل متخيل حاجه تانية خالص. لكن احنا بنؤكد ان دي مسؤوليه الجراح، ان هو مسؤول عن نتيجه العمليه، ما فيش حاجه اسمها اللي هو ايه هو دي النتيجه، ما فيش حاجه اسمها كده. هو نتيجه العمليه دي مسؤوليه الجراح، وكل كلمه احنا بنقولها بالفعل احنا مسؤولين عنها، لان هو مش تجربه. وفي حالات بنقول ان دي ما ينفعش فيها، وفي حالات بينفع فيها. واحنا النهارده بنتكلم على تصليح العمليات باستخدام الفيزر، عمليات عملت قبل كده، هي بالفعل دي حاجه يعني على مسؤوليتنا، وحاجه فعلا امنه جدا، واي حد عنده هذه المشكله يعني ما يخافش خالص. ده بالعكس كمان، معلش انا هضيف حاجه تانية، احنا الدهون اللي احنا بناخدها ساعات بنستغلها في اعاده. كان ده سؤالي. صعبان عليا الدهون، صعبان عليا والله. ده مخزن مليان بروتينات، مليان حاجات بلازما، هتعملوا فيه ايه؟ هنبدا بالحالات اللي احنا كنا بنتكلم عليها دلوقتي. الحالات الصعبه اللي هي كانت عملت عمليات قبل كده وكان فيها مشكله هبوط في مناطق وعدم تساوي في مناطق، يعني تلاقي واحده كان عندها جنب اليمين غير الشمال. هنا انا لما اخد دهون من مناطق تانية او من منطقه اللي هي كان فيها زياده، انا برضو ارجع تاني احقنها، ممكن احقنها. طيب حقن الدهون بالطريقه العاديه برضو كان في مشكله ان الدهون دي بتمتص بشكل سريع، فنلاقي احنا مبسوطين بعد العمليه بعد شهر نلاقي الدهون دي 50% امتص. الفيزر فيه جهاز يعني ملحق بيه ان هو بيركز الدهون وبيصفيها بحيث ان احنا ناخد انقى طبقه من الدهون اللي فيها الخلايا الجذعيه. دي بقى من الحاجات المهمه جدا، الخلايا الجذعيه، لانها صيحه قادمه بقوه، هي مش قادمه، هي قدمت خلاص طبعا. وكل مدى الخلايا الجذعيه بتطرح نفسها اكتر. صور فقرتي المحببه، فقرتي المحببه بقى صور بقى. هنا على فكره تحس انها عملت عمليه قبل كده، ودي بالفعل احنا قصدنا ان احنا نجيبها اول حاله عشان كلنا لسه بنتكلم. والله العظيم انا بقيت شاطر. بقى في اهي دي مطبات نهيه و... أيوة. وطريق دي حاله الصور. دي حاله كانت عامله قبل كده شفت بالطريقه العاديه وفيها مطبات. شوف يا دكتور ايمن، بالفيزر المطبات دي اتلغت، بل بالعكس شوف الوسط حتى كمان بقى فيه تحديد. على فكره الكلام ده بعد اسبوع. يعني ده لسه كمان فيها تورم، لكن عايزين نشوف النتيجه السريعه ان احنا شكل غير الشكل تماما. فالفيزر هنا حل لنا مشكله كبيره جدا، ان هو يقدر يعمل تسويه لهذه المناطق وكمان يعمل شد للجلد في نفس الوقت. برضو هنا دي حاله بنقول في درجات من الترهل ممكن علاجها باستخدام الفيزر، زي حاله زي كده ان هي في البطن نازله شويه، فباستخدام الفيزر ممكن نعمل شفط والجلد يتشد من غير جراحه. انا حاسس انها غير انها نازله شويه، انا حاسس ان البطن حته غير حته. يعني انا حسيت انها من الناحيه اليمين بلجنج شويه، يعني باظه شويه عن الناحيه. بالظبط بالظبط. دي برده مشكله ثانيه، مشكله الثانيه اللي تبقى موجوده في الاجناب وتبقى داخله على الظهر، برده باستخدام الفيزر والشفط بالفيزر طبعا بتعمل لنا مشكله كبيره جدا. هنا رجل عنده بقى مشكله في الصدر والبطن والوسط. طبعا شكل مختلف تماما، واحنا بنعمل الشفط بالفيزر وزي ما احنا شايفين مفيش اثار، هي بتبقى فتحات صغيره جدا بعد كده ما بتبانش. تمام. نفس الكلام هنا برضو، بطن فيها تركز في الدهون وده شكل شائع قوي عند الرجال. وبرضو في سن الترهل برضو اتعالج بشكل كويس جدا. وشوف حضرتك فرق السره يا دكتور ايمن. يعني السره كانت متنيه وفيها تركز للدهون. طبعا السره على طول بتتني اول ما يكون في دهون. ايوه. بتتفرد بعد كده. ده طبعا حلوه الصوره دي. دي من كذا اتجاه. بحيث ان احنا يبان شكل البطن مع التحديد اللي احنا بنقول عليه. طبعا شكل مختلف خالص. هنا دي الكرسي اللي بيتلبس. ده مهم جدا بعد العمليه. الكرسي ده خطوه بعتبرها خطوه مهمه جدا، يمكن 40% من نجاح العمليه بيعتمد على الكرسي. الكرسي وظيفته ان هو بيبقى ضاغط الجلد وبالتالي بيعمل تطبيع، ان الجلد يتطبع على العضلات. وبالتالي ياخد الشيب او الرسمه بتاعه الجسم، وبالتالي هنا يدينا الشيب او الشكل اللي احنا عايزينه. فتره لبس الكرسي تقريبا شهر لشهر ونص بعد العمليه.
انت بتنورني، ربنا يخليك. في صور كثيره لسه هنشوفها في حلقات ثانيه. يعني انا بسعد جدا بهذا اللقاء الممتع، ودايما انا بقول انه مهاره المهاره والاصرار والعلم هو اللي بينجحوا حاجات بتواجه صعوبات عقليه وصعوبات سيكولوجيه عند ناس كتير مترسبه بسبب حاجات كتيره، اما بسبب احداث حصلت او بسبب تدخل زي ما احنا قلنا لكثير من الايادي غير المتخصصه في هذا العمل شديد التخصص شديد التقنيه. طبعا لا طبعا. فانا بشكرك شكرا جزيلا طبعا الضيف العزيز الاستاذ الدكتور وائل غانم، استشاري وجراح التجميل واصلاح العيوب الخلقيه واحد اهم الكوادر الطبيه بمنظومه مستشفى الامم العريقه، الاسم المتميز والجراح الشاطر. ربنا يخليك. كلمه شاطر دي النهارده معانا على الله. منور دكتورنا. تسلم يا باشا. خليكم دايما معانا بقى، احنا برنامج الشاطر، برنامج الشاطر، برنامج الدكتور، ما تروحوش في اي حته تانيه. اهلا بكم. انتوا مش ملاحظين انه في فارق بين ابطال السينما بتوع زمان وابطال السينما بتوع اليومين دول سواء هنا او في بره؟ مش ملاحظين ان الولاد اليومين دول بقى بعضهم مش كلهم شكلهم كده يقلق؟ مش ملاحظين اليومين دول ان البنات برضو تغيرت نظرتهم وتغير الشكل التشريحي بتاعهم شوية؟ مش ملاحظين اليومين دول ان في كده كلمة بتتقال ان رجولة الرجال في تراجع وان في امراض في الستات بتطلع بدون مبرر وفي اوقات مبكرة عن ما كان قبل كده؟ مش ملاحظين اليومين دول انه كلمة بطانة الرحم المهاجرة اللي كانت من سنتين ثلاثة محدش بيسمع عنها دلوقتي بقت جملة ملء السمع والبصر لدرجة انها فرضت علينا ان يكون عندنا حملة اعلامية ليها، ولدرجة انها فرضت على من اهتم بالامر وفهمه وعقله واحب هذه البلد انه يعمل مركز متكامل يعالج فيها هذا المرض وانه يتبنى التوعية؟ الملاحظات اللي احنا ملاحظينها اليومين دول عايزين نفسرها، عشان كده هسأل ضيفي العزيز جدا علينا ان هو يفسر لي هذه الملاحظات، فاسمحوا لي ان ارحب بهذا الضيف العزيز وطبعا الذي كن له كل تقدير واحترام، القدير الرائع، أيقونة برنامج الدكتور طبعا استاذ الدكتور سيد الاخرس، استشاري امراض النساء والتوليد والعقم وجراحات المناظير والحقل المجهري، عضو الجمعيتين الاوروبيه والامريكيه للخصوبه، المؤسس لمستشفى الامم والمؤسس لاول مركز متكامل لعلاج بطانه الرحم المهاجره في الشرق الاوسط، احد اهم الكوادر الطبيه في مصر والوطن العربي. اهلا بيك يا دكتور ايمن. اهلا بيك. الملاحظات اللي انا قلتها دي طبعا اكيد انت ملاحظها بشكل اكبر، دي حقيقة، خصوصا انتشار مرض البطانه المهاجره. دي حقيقة، وده سؤال بيفرض نفسه، حتى الناس كتير جدا تقول لك مش معنى الوقت ده الفترة دي زادت الكلام عن بطانة الرحم المهاجرة، مش معنى هل هي كانت مش موجودة من قبل كده ولا كانت موجودة قبل كده بس ما كانش فيه طرق للتواصل أو التعرف عليها؟ يعني عشان كانت المناظير وثورة المناظير، احنا لسه بنتكلم المناظير مثلا في السبعينات والثمانينات اللي بدأ يحصل فيها ثورتها إلى الآن، لكن قبل كده ما كانش فيه علم المناظير، فهل الناس كانت قبل كده الأمراض موجودة زي أمراض سابقة ولم يتم التعرف على وجودها، ولا كانت بسبب ان بعض الامراض بدات تكون بسبب الحضارات وبدا التقدم العلمي بدات تظهر بعض الامراض؟ والدليل على كده ان بعض الامراض بتظهر في المدن الصناعيه عن اللي فيها مصانع واللي فيها منتجات واللي فيها مخلفات، عن المدن اللي ممكن تكون بعيده عن التلوث الحضاري. يعني مثلا ايه، ممكن تجيب بعض بطانه الرحم المهاجره تلاقيها موجوده سي مثلا في مدينه زي القاهره، عن انك انت تلاقيها في منطقه زي الوادي الجديد اللي هي بعيدا عن لسه التلوث مش موجود. ولكن لما التلوث مش بيبقى بس تلوث عوادم سيارات او مخلفات مصانع او القاء كل مخلفات المصانع الكيماويه في النيل، للأسف الشديد لما نيجي نقول مصر هبة النيل ونقول ان النيل هو شريان الحياة في مصر وان اثيوبيا وهي بتعمل سد على النيل هتحرمنا من النيل ومن حصتنا، طب لما جت حصتنا عملنا فيها ايه؟ لما يكون فرع زي فرع رشيد
في النيل بيلقى فيه سموم يوميا، ولا تتخيل مخلفات الناس بتقول كيف تشرب من الميه. اذا كانت بحيره البردويل ما بقاش فيها سمك، واذا كان في تسمم حصل في الاسماك، وعلى القرب الشديد بدا يحصل تغيرات في الهرمونات، في قصدي ذكور الاسماك، وبدا يحصل مشاكل. هم هرموناتهم بدات تتغير. طب وانت بتاكل من الـ من الـ من الـ من النهر النيل اللي انت لوثته بالمخلفات، فبقت الاسماك مسممه ومليانه بمواد الديوكسينات ومخلفات المصانع والهرمونات الاستروجينيه، وانت بتيجي تاكلها. واذا كانت كل الاراضي الزراعيه بقت بيها مبيدات حشريه وبقت فيها مخلفات بقت متشبعه الارض لدرجه سمومها بقت موجوده في الزراعات، واذا كان كل الابقار دلوقتي بتتغذى او المواشي بتتغذى على الهرمونات، وبقت الالبان بتاعت الابقار مليانه المخلفات الاستروجين العاليه، واذا كانت اطفالنا بتاكل الهرمون ده يعني صعب تكسيره، صعب تكسيره. يعني ما ينفعش بقى انك انت لما غليت اللبن هيتكسر. انت ده ما فيش، ده ميكروب بياكله. بيقضي لما بتغلي الميكروب بيروح. ولكن ده هرمون، ده ماده كيميائيه، ماده كيميائيه بتخش فتترسب في الجسم بدرجات متفاوته بنسب متفاوته. بتترسب فين؟ بتترسب في الماده الدهنيه اللي في الجسم. كل اكلك الخارجي بيترسب فين؟ في الماده الدهنيه. بيبقى كل ما زادت السمنه كلما زاد المشكله. ليه؟ لو انت دايما بتسجل بعض الكلمات الجديده، فدايما تسجل بقى كلمه ايه؟ أن المادة الدهنية هي مصنع لتدويل النفايات السامة في جسم أي امرأة أو رجل. كلما تدوير النفايات السامة، كل النفايات السامة وكل ما هو زائد عن الجسم بيترسب في المادة الدهنية. كوليسترول في المادة الدهنية، السكر من المادة الدهنية، مكب للنفايات. وكلما تدور هذه النفايات وتخرج عن طريق فري فاتي أسيدز تخش تعمل مشاكل، يا إما تعمل مشاكل تتصلب شرايين، يا إما تعمل مشاكل في كلة الفحولة عند الرجل، يا إما تقلل من انتصابه، يا إما تقلل من إنتاج الحيوانات المنوية فتؤثر على كمان فرصة الإنجاب بالنسبة للرجل. بالنسبة أو الجينيكوماستيا يزود الثدي عنده، أو المرأة زي ما قلنا من أول سرطان الثدي، أو مشاكل موجودة زي بطانة الرحم المهاجرة ومشاكل أخرى اللي ممكن حتى نقول ونكررها على الناس عشان نحفظهم بجدول موجود. هو لما الهرمون الاستروجين يبقى في مرحلة قد إيه، ولما هو بيشتغل بيعمل إيه، ولما يزيد يعمل إيه، ولما يقل يعمل إيه. هنتكلم مرة هرمون الاستروجين عبارة عن إيه، هرمون البروجسترون ده عبارة عن إيه، ودوره إيه، ونقصانه يعمل إيه، وزيادته تعمل إيه، ونفس القصة بالنسبة للتستوستيرون بينتج منين وفايدته إيه، ولما يقل يعمل إيه، ولما يزيد يعمل إيه، عشان نبقى قربنا للناس بعض الأفكار أن الطب مش كتلة واحدة، وإيه علاقة الهرمونات دي وإفرازاتها المختلفة وأماكنها المختلفة وعلاقاتها بالأمراض. فإحنا كنا بنقول واتفقنا أن هرمون الإستروجين بينتج عند المرأة فين؟ اساسا في المبيض. ازاي؟ لما بتطلع هرمون اللي اسمه الاف اس اتش، هرمون الفوليكول ستيمليتنج هرمون طالع من الغده النخاميه، يطلع ينزل للمبيض ويؤمر المبيض يطلع البويضات. البويضات دي تطلع ايه؟ من الجلينوزا سيل تطلع هرمون اسمه الاستروجين. يعني كلما زادت عدد البويضات تطلع هرمون الاستروجين. لما بتطلع هرمون الاستروجين ليه دور بقى يشتغل في الجسم كله على بطنه الرحم اللي يجهزها للحمل والدوره الشهريه وانتظام الدوره الشهريه، وليه تاثير على الميه والملح اللي في الجسم، وليه تاثير على الكالسيوم، وليه تاثير على المود، وليه تاثير كل التفاعلات الكيميائيه اللي موجوده والاوعيه الدمويه اللي موجوده في جسم المراه. طيب في حته مهمه قوي نقول ايه، لما هرمون الاستروجين بيبقى زايد ويبقى موجود بشكل منتظم، نلاقي علاقة ما بين بعض الأمراض زي السرطانات والمرأة التي لم تنجب بعد. لم تنجب بعد. بمعنى لو كان هرمون الاستروجين طالع ان اوبوزد بالبريجننسي او بالبروجسترون، ما تقومش يعني ما طلعش. يعني ايه ان اوبوزد؟ يعني ما بقاش مقابل ليه هرمون استروجين يطلع يعادله. يعني غير معادل. معادل بالبروجسترون. يعني كانه استروجين بس، استروجين بس، والست دي ما بتحملش ما بتطلعش بروجسترون.
فالناس دي عندهم استعداد يحصل لهم سرطان مبيض. او ماي جاد. خلاص كده؟ يعني اللي ما اتجوزتش وطلع هرمون استروجين كتير، يا اما عندها اورام ليفيه تطلع، يا اما بطنه رحم مهاجره تطلع، يا اما ممكن لا قدر يحصل سرطان للمبيض عن مراه تانية حصل حمل اكتر من مره وبيستهلك جزء وبيتوقف جزء عن الاستروجين، او بتاخد اقراص منع الحمل. حتى اللي بتاخد اقراص منع الحمل، بمعنى اقراص منع الحمل بيبقى فيها ايه اكتر؟ بيبقى فيها هرمون الاستروجين، فما يطلعش الاف اس اتش، فيمنع النيجاتيف فيدباك ان يطلع اشارات للمبيض تاني ان يطلع استروجين جديد. طيب هو دور الاستروجين ايه؟ عشان طبعا بسردهم حاجه بحاجه عشان لا تتقع مننا شيء. اتفقنا ان هو ولسه كبيره قوي على فكره بكريات الاندوميتريوم. يعني هو رقم واحد بينشا بطنه الرحم اللي موجوده داخل الرحم اللي هتستجيب وتعمل الدوره الشهريه للبنت. عظيم. وبيساعد على نمو البيوبرتي او اللي هو البلوغ. وان هو بيرجليت او بينظم الدوره الشهريه، واللي هو بيساعد على المهبل نفسه ان هو يتكون، وبيمنع ان يحصل جفاف في المهبل. وهو بيقلل ان فقدان العظم او كثافه العظم لانه بيرسب العظم. وهو كان برضو بيمنع عن جلطات او الذبحه الصدريه عند المراه. وهو بيمنع ان الهرمون استروجين إن لما بيكون قليل عند المراه ممكن تعجز بدري، فهو انتي ايجنج. عشان كده بعض المنتجات الكريمات فيها الاستروجين يقول لك ده عشان يعمل حيويه وهو بيزود البروجسترون ريسبتور السنسيتيفيتي بتاعتها عشان تبدا تشتغل. يعني دايما الاستروجين يحفز البروجسترون انه يشتغل. وهو يساعدوا بعض. بيقلل اللودنست لايبوبروتين اللي هو الجزء الضار في الدهون. وبيزود الهايدنست لايبوبروتين اللي هي النافعه. وهو بيقلل اللايبوبروتين ايه والهوموستاستين. دي حاجات مهمه جدا، دي مضادات اكسده وحاجات كده. طيب. وهو كمان بيأفكت مضادات تجلط عشان كل النيورو ترانسميتر اللي موجوده في المخ. حتى منهم السيروتونين بتاع اللي يقول لك سيروتونين الفرحه والنوم السيروتونين ده برضو حاجات الفرحه والسعاده، دي الشوكولاته على فكره بتحفز. طبعا. وهو بيزود الرطوبه للجلد، المويتشر للجلد. وهو كمان بيأفكت قلنا البرين فانكشن الريسبونسبل على الايه؟ الميموري والموتيفيشن. الطموح والحركه وان انا البنت الست تكون عندها رغبه في انها تحقق ذاتها. تحقق ذاتها، خلاص كده؟ تحقيق الذات. وطبعا قلنا للفيربر ميموري بيتكلموا، الستات بيتكلموا اسرع من الرجال، يعني مش عارف يقولوا الست بتتكلم 7000 كلمه مش عارف، ويقول لك ده حاجه كمان 2000، ويقول لك والليرن بيساعد على الليرن نيو كونسبت، يعني يساعد حتى كمان تعلم الحاجات الجديده. دي حاجه جديده، دي حقيقه. البنات بيتعلموا بسرعه اكتر من الولاد. ويعني وكمان ليه علاقه في الموتور سكيلز، في الحركات او يعني السكيلز اللي هو المهارات الحركيه. عشان كده بطلات العالم في الكمباز مبهرين. مبهرين. خلاص. شوف قد ايه، عشان انت برضو مادتك الاندوكراين، فانا مبسوط قوي في الحوار ده لانك انت هتضيف للحوار ده. لما بيزيد بقى انا عايز اعرف بس واحنا ماشيين الحاجات اللي فيها هرمون انوثة كتير. زي من عاوز اقول بقى هو هرمون انوثة، بس نقول اعراضه لما بيزيد ايه عشان نقول للناس خلي بالكم ناخد بالنا من الاعراض ايه لهرمون الاستروجين. تمام. زايد فيه ايه احنا اتفقنا. زي مثلا تاني وتالت ورابع الجل اللي يبقى موجود لفرد الشعر ده موجود مليان استروجين كتير قوي. الايروسول اللي موجود والجليدز معلش بقى المسميات يعني الكلام ده وكلها معطرات الجو فيها هرمون استروجين كتير. تمام. مبيدات الحشريه مليانه، لانه دايما يجيب لك كده مبيد حشر جنب طفل ويقول لك ايه هتخلص من مش عارف ايه ويرش على الاكل. لا طبعا ناخد بالك لان التوعيه والاعلام بيأثر على الناس، فبيبقى مش واخد بالك انك انت ممكن بشكل سلبي تؤثر على معتقداتهم وافكارهم. المبيدات الحشائش اللي موجوده في كارثه كمان، انه ساعات الابقار او الحاجات دي تاكل هرمون والفراخ، فيبقى كل المنتجات الناتجه من الابقار يعني الشوكولاته فيها هرمون. كان في ناس بيجي ياخدوا الهرمونات بتاعت اقراص منع الحمل ويكسروها ويحطوها في الاكل بتاع المشايه او يكسروها ويحطوها في الاكل، حتى لو عندهم
اسماك، مزارع اسماك يغذوها عليهم على اساس انها ايه؟ بتزود الويت، بتزود الوزن وتخلي عندهم شهيه للاكل. فاللي يحصل ايه؟ بسرعه جدا الابقار والمشيه والاسماك كل الكلام ده بيزيد في الوزن، فبالتالي يكسب اكتر. الكلام ده انت بتبدا تاكل اللحوم او تاخد منتجات الالبان والجبن واللبن و او الاسماك نفسها، وتبدا تخش افراد الاسره تاكلها، فيترسب في جسمها في المواد الدهنيه، فتبدا تاثر بشكل او باخر، والسرطانات تبدا تزيد. اللي احنا هنشوف دلوقتي ده صوره من صور الخلل الهرموني، يعني طبعا دلوقتي فيديو يورينا يعني ايه برضو خلل استروجين حصل فيه ايه، نتج عنه ايه، نتج من المظاهر. نبص لفيديو مثلا موجود للعرض لجزء مثلا ايه لبطانه رحم مهاجره. بص يا دكتور ايمن، هنا الصوره دي الرحم بالكامل متغطي بمنديل البطن. ازاي؟ بالكامل متغطي بمنديل البطن. بص المبيض ده، الحاله دي لما تيجي ترفع اقف هنا صوره لو سمحت، يقف اقف سنه صغير. ايوه الانبوبه دي لما تيجي ترفع مفيش مبيض تحتيها. ارفع كده تاني المبيض. تاني دي مريضه كانت عاملة عملية قبل كده، شالت مبيض؟ شالوا مبيض من غير ما يقولوا لها. اوه ماي جاد. واكتشفنا ده أثناء العملية، مجرد أنبوبة تحتها في بقرة سودة، هنا كان في حتى جزء لبطانة رحم مهاجرة قديمة. كان عندها كيس دموي، دخلوا يفتحوه على أساس إنها زايدة، اكتشفوا الكيس، جم يتعاملوا معاه، شالوا المبيض بالكامل وما قالوش الأم. وعلى فكرة بيحصل الكلام ده كتير، تكتشف إن امرأة جاية كانت عاملة عملية قبل كده مش عارفة اللي فيها ويكون مبيض متشال. شوف هنا لما نيجي نرفع هنا دكتور أيمن، عاوزك توري منديل البطن ده اللي هنبدأ تاني. احنا الصورة رفعنا الأنبوبة، ما هنبدأ نبص لقى الحوض مقفول تماما، الرحم بالكامل مستخبي، وادي الأمعاء تحتيها، واحنا بنوري للناس ادي الالتصاق موجود، وهنبدأ نتعامل مع فك الالتصاق وفك اللغز ده جزء بجزء عشان حتى تصل الى الهدفك المنشود، وهو ايه؟ ان المراه دي يبقى عندها فرصه تاني للحمل، لانها بتشتكي من حاجتين: الم شديد جدا 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 مستمر وملازمها منذ اجراء العمليه. العمليه دي تمت وهي في خمسه ابتدائي. تمت العمليه دي واستأصلوا المبيض وهي في خمسه ابتدائي. ما قالوش للام ولا العيله، وكان حتى ادي بقره موجوده اهي، شوف حتى البقره صغيره جدا، انا بقيت اشخص انا بقيت شاطر والله. بص هنا رجعنا للناحيه الثانيه، دي في بقره ثانيه موجوده كانه حرق بسجاره، حد مخبي طبعا. الجزء ده يا دكتور ايمن ده منديل البطن الاصفر ده، اللي احنا ما كناش عارفين ايه الجزء ده دلوقتي كده، هو مستخبي. انا بالتاكيد عارف، بس عاوز اقول هو مش عارف، مش باينه ايه دلوقتي الا غير لما نبدا نرفع. بص لما بنيجي نرفع هنا في التصاق، المبيض باين جزء منه تحت كده، بطانه رحم مهاجره كتير، او بطانه رحم مهاجره. يبقى الهدف دلوقتي ان احنا ازاي هنحافظ على الانبوبه اللي كانت موجوده انها مسدوده وداخله نشيلها، لانها عامله حقن مجاري مرتين قبل كده. رقم واحد، لازم الجزء اللي قصادنا ده هنبدا ننزله، اللي هو منديل البطن. هنبدا ننزله بالتدريج، واحنا بننزله بالتاكيد عارفين انه ممكن جزء يبقى موجود من الامعاء كمان ملتصقه، فبنقدر نعمل كي بشكل معين وتدريجي لغايه لما ابتدينا نعمل الوي بتاعنا او البلين بتاعنا وبدا يفتح ونستبعد جزء منديل البطن اللي موجود. طيب بدأنا نشوف كل ما بتيجي تستأصل يبدأ لك جزء شفاف من الأنسجة والالتصاقات موجودة. الأول يبدأ الجزء العميق اللي موجود في منديل البطن مع الأوعية الدموية، إزاي إنك بتكوي كاوية معينة عشان تحرم الأوعية الدموية إنها كمان حتى ما تنزفش أثناء العملية. كأنك بتقول إيه، إحنا عملنا عملية نظيفة، نظيفة يعني إيه؟ ما فيهاش نزيف كتير. أيوة، رغم إن إحنا تحت المنظار والمنظار بيتكبر بكتير. طبعًا طبعًا. آدي منديل البطن هيبدأ لغاية لما نحرر المبيض من منديل البطن ده بالكامل. ادي طبعا يعني منديل البطن كان لازق، المفروض انه مش لازق يا جماعه على الرحم، ده مش طبيعي. مكانه الطبيعي، مش مكانه الطبيعي خالص انه يكون لازق كده على الرحم. الام مبرحه الست دي، الام شديده جدا، في حاجه اسمها تغيير وضع التشكيل، تراكنج بين، عماله كان حاجه بتسحبها بولينج بين، حاجه بتسحبها من تحت، الام شد شد لتحت. هنبدا عند منديل البطن لسه اخر جزء، بص الامعاء هنا. بص يا دكتور ايمن هنا الامعاء، بص الجزء الفظيع ده الامعاء لازقه هنا بقى.
شوف انت بتاخد دقه شديده بقى. بص انت هنا فيلم دي ده ورا وقدام. بص بص بتخش في الكافيتي ما بين في فراغ صغنن بتخش ازاي فيه وتقص تبعد الامعاء. بص ازاي. أيوة. أيوة. بص هنا. أيوة. هنا انا شغال بالراحه خالص لان انا ورا ورا قدام خلاص. لو حصل قطع في الامعاء بص. هنا كارثه. بص كده هنا بتسلك وبتشد صعبة جدا. طبعا احنا مسرعين الفيديو عشان نشوف بس اللي على فكره مش باين انه متسرع بس هو ابطا من كده شويه. هو ابطا من كده. بص كده الامعاء نزلت خلاص. الرحم اتحرر تماما وادي جزء من الالتصاق الاخير برضو للقولون وبدانا. شوف برفع ازاي. شوف بص. أوه. بص فصلنا الالتصاق عن بعض. يعني الحاله دي والبنت عندها 5 سنين بدات تشتغل. بدات تشتغل من 5 سنين وهي سنها 5 سنين. لا لا وهي في 5 ابتدائي وهي في 5 يعني ماشي 11 سنه 12 سنه 11 سنه بص رفعنا كده راح سن الطفوله. بص بقى هنا دكتور ايمن الانبوبه بالمبيض نايمه في ظهر الرحم. بص لما رفعنا كيس الشوكليت سيست تحت ازاي. بص 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 المنظر محتل تماما بالانسجه. بص كل ده عباره عن بطانه رحم مهاجره مدفونه والرحم والمبيض يكاد يكون كل الصور بطانه الرحم المهاجره التصاقات وكيس الشوكولاته والتصاقات ما بين لا وهنا بقى الانبوبه دي اللي كانت مرتشحه ازاي ان احنا الانبوبه دي فاجئنا الست ان احنا حررناها وحافظنا عليها وبقت فرصه عندها للحمل تاني طبيعي. كل الالتصاقات ان احنا بنشيلها لسه المبيض نازل تحت لسه ملتصق. كل دي بؤر لبطانه الرحم المهاجره والاكياس الالتصاقيه مع كميه الالتصاقات كبيره جدا. الام ده بقى ايه هو شال مبيض والمبيض التاني ده اشتغل عليه فحصل التصاقات. ازاي ان احنا بنكوي البؤر كده كلها دلوقتي بتاعت بطانه الرحم المهاجره بدون الجور على المبيض عشان ما نفقدوش من جزء من المخزون بتاعه الاستراتيجي بتاع البويضات. واحنا لما رجعنا بص الانبوبه بقى هنا كمان نايمه كلها على الرحم ملتصقه. فهعمل هنا بلان ان هكوي الجزء الالتصاق ده كده اهو انا كويته وببدا. بص هتشوف هتستغرب بقى في الاخر خالص لما هبدا اقص هنا واحرر الانبوبه من الالتصاق وارجعها لانها جايه من اقصى اليمين ناحيه الشمال. شوف انت برضو مش عاوز تحرم الانبوبه من الاوعيه الدمويه اللي بتغذيها فزي انك بتاكل بشكل معين. وشوف شوف الانبوبه بدات ترجع تاني زي ما الانبوبه التانيه موجوده بس ما فيش مبيض جنبها. فانت عاوز تحافظ هنا دلوقتي على الانبوبه دي وعاوز تحافظ عليها من غير ما الانبوبه كمان تفقدها وظيفتها عشان ما يبقاش في فرصه. اتفقنا اي انبوبه تشتغل عليها ممكن يبقى في فرصه لحمل خارج طبيعي. الرحم طبعا فازاي انك انت حمل فيها دي كارثه لغايه علاقتها بالرحم بنحررها. وادي التصاق هنا بدا يتفك. بص الالتصاق الاخير ففردت الانبوبه تمام. ده برضه كده بقى بقايا العمليه اللي هي بنغسل كله ونشفط الدم اللي كان بدا اللي كانت بتنزل من البقرات. وبعد كده عاوزين ايه نتاكد كمان ان احنا الانبوبتين اللي احنا بقوا موجودين هيبداوا يجيبوا صبغه. ادي الصبغه بدات تنزل تاني اما كده نحقنها زرقاء كده يبقى الانبوبه سالكه. كده الانبوبه سالكه اللون الازرق ده الصبغه اللي اتحقنت اثناء العمليه. وبنيجي بعد كده نكوي كل البؤر اللي موجوده لبطانه الرحم عشان ما ترجعش مره تانية. ادي اللون الازرق يؤكد كده. طيب يبقى صوره من كله حصل بسبب هرمون الانوثه. هرمون الانوثه الزايد اللي ممكن يجي من اول البنت ما جالها دوره شهريه. يعني معنى كده ايه؟ يبقى لازم اي بنت بتجي لها دوره شهريه من البدايه لو في الم شديد يبقى البنت اللي كانت مستعده ان يجي لها بطانه رحم مهاجره من البدايه اكيد ما فيش. بص بالعقل ما تقنعنيش نظريا ان البنت دي لسه جايه لها دوره او 2 أو 3 وجالها بطانه رحم مهاجره تقول لي ان كان ايه ان لما الدوره جت طلعت وبدات تتزرع بره فعملت بطانه رحم مهاجره. يبقى اكيد هي مولوده وجزء في مبيضها في نوع من الخلايا اللي اول ما يستثار بالهرمون الاستروجين يكون بطانه رحم مهاجره. ده كده بالعقل. بكره انا حوار طبعا حلقه خلصت. الحلقه خلصت ده صغنن. بكره بس كبير ان شاء الله ربنا. بكره لقائنا انا هتكلم في الدور اللي احنا وصلنا له البطانة الرحم المهاجره احنا فين منها بالظبط. بس شفت يا دكتور ايمن في تفصيله الاستروجين كانت مهمه قوي. دي مهمه قوي ان احنا نتكلم
هو قد ايه ولما بيقل يعمل ايه ولما بيزيد يعمل ايه، عشان الناس تبقى مستوعبه لما نقول لهم خلي بالكم هرمون الاستروجين مش بنتكلم على طريقه رحم المهاجره فقط، ولكن ممكن ياثر بشكل سلبي. ده سؤالي هو ده سؤالي الجاي، بس انا بشكرك شكرا جزيلا طبعا. كل الشكر والتقدير للراعي القدير الاستاذ الدكتور سيد الاخرس استشاري امراض النساء والتوليد واللواق وجراحه المناظير والحقن المجاري وعضو الجمعيتين الاوروبيه والامريكيه للخصوبه، المؤسس لمستشفى الامم والمؤسس لاول مركز متكامل علاج بطانه الرحم المهاجره في الشرق الاوسط، احد اهم الكوادر الطبيه في مصر والوطن العربي. نورتنا كالعاده دكتور. خيرك. خلي بالكم من اللي احنا بدانا النهارده دي حمله، كمان حمله جوه الحمله، هرمون الانوثه. مين اللي ورى انه يصدر اكلات فيها هرمون انوثه لشعبنا، وخصوصا عرفنا هرمون الانوثه لما بيجي في مصر او يجي في الوطن العربي او يجي لاي حته يعني في العالم، الرجاله بيتحولوا تدريجيا والموتيفيشن والقدره على الاداء بتاعهم بيقل، والرغبه ان انا اكون انا او قاتل بتقل. يا ترى فكروا كده، مين اللي صدر لنا مش زبده مش شوكولاته مش حاجات مش منتجات مش جيلات مش كريمات؟ انا دكتور سيد هنطرح الحكايه دي المره الجايه كمان بالتفصيل، عشان نبحث ربما نكون احنا السبب في ان احنا نوريكم حاجه يمكن غيرنا ما اتكلمش عنها خالص. خليكم معانا ما تروحوش في حته ثانيه.